الحالة يا دولة، الحالة يا دولة، أمي بعتت لي التليفاكس يا دولة. طب والتليفاكس ده اتكسر منك يعني وأنت جاي في السكة عشان كده بتعيط؟ لا يا دولة أنا بعيط بسبب التليفاكس يا. وقف لك في زورك يا، اشرب شوية مية. يا دولة أنا مهما شربت صغير، أنا مهما عليك مش فوق. مهما يا رمزة هتتغير مش هنسى إن أنا مخنوق. اللي اتغير قلبك أنت، أصلك واخد عن نسيان. طب مخصوم لك 6 أيام. ليه يا دولة؟ نفس الوزن، عن نسيان 6 أيام، وعارف كمان مخصوم لك 10 أيام. لا على فكرة بقى دي أنا دولة بقى مش على نفس الوزن بقى، علشان كده كسرت القفلة. القفلة؟ ده على أساس إنها قصيدة كهربائية يعني أي كلام بتقوله. طب بتعيط ليه دلوقتي؟ بتعيط ليه؟ أمي اللي في مقام والدتي يا دولة، وطول عمري بجاملها وأقول لها ياما. يا سلام، يعني هي كانت الأول مرات عمك ومع الأقدمية بقت أمك يعني ولا إيه؟ لا يا دولة، هي أمي من زمان قوي، بس هتتجوز يا دولة، هتتجوز وتسيبني يا دولة، هتسيبني يا دولة. طب سيبني أنا، سيبني بقوله. طب وإيه المشكلة يعني ما تتجوز وتسيبك؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ هو أساسا كانت عايشة معاك؟ لا يا دولة، هي صورتها ما بتفرقش خيال يا دولة، ما بتفرقش ذهنيتي. أنا مش فاهم، يعني أنت زعلان دلوقتي عشان هي هتتجوز؟ لا يا دولة، أنا زعلان عشان هي هتبيع البهيمة سونيا. البهيمة سونيا؟ يعني أمك اسمها رمزية والبهيمة بتاعتكوا اسمها سونيا، ده إيه التفرقة دي؟ يا دولة البهيمة سونيا دي هي اللي رضعتني وهي اللي ربتني وكانت دايماً بتحميني بلسانها. الجاموسة بتحميك بلسانها؟ ده إيه النظافة اللي أنت فيها دي؟ وبعدين هي اللي رضعتك، طب دي حاجة كويسة أوي. على كده بقى أنت ليك إخوات في الرضاعة يا رمزي؟ يا دولة أنا كل البهايم اللي في البلد إخواتي في الرضاعة. بس على كده هتبقى مشكلة كبيرة أوي إنك مش هتعرف تتجوز أي حد من البلد، كلهم إخواتك في الرضاعة. أقول لك بص، ممكن تتجوز من أي بلد تاني أو سوق التلات، يالا مليان بهايم كده. يا دولة وأنا عندي دماغ بقى أقعد أفكر في الجواز والكلام ده وأنا الدنيا تلاقي. والله صراحة يعني يا رمزي أنا عمري ما هلاقي زيك يعني. أمك هتتجوز مين بقى؟ أبو سونيا؟ لا يا دولة، أبو سونيا الله يرحمه من زمان وقع في الساقية. أمي هتتجوز الواد جليطة. طب وأنت زعلان إنها تتجوز؟ ما تسيبها يا عم تتجوز، سيبها تتجوز وتفرح بشبابها أو تفرح بشبيتها. طب يا دولة أنا دلوقتي أعمل إيه طيب؟ تعمل إيه؟ بص يا سيدي، روح هات لنا بقى 2 كشري. حاضر. دولة يا حبيبي، بقول لك إيه يا دولة يا ابن عمي يا حبيبي، أنا دلوقتي عايز يعني أجيب البهيمة سونيا، أقوم فرش لها هنا هون في المخزن وتقعد بقى هنا هون كده علشان أرجع أنام في حضنها تاني وأشعر بالحنان من تاني يا دولة. عارف هذا رمزي، لو جبت الجاموسة دي بس من قدام باب البازار عارف هعمل إيه؟ مش هتقدر تمد إيدك عليها طول ما أنا عايش يا عادل يا سعيد. بتعلي صوتك عليا يا قد، أنا أقتلك يالا. ولا احترم نفسك، ده أنا ممكن أبلغ بتوع الكلاب يجوا يضربوها بالنار. لا يا دولة الأول، لا يا دولة. لا خلاص أنا كنت بهزر يالا يا رمزي. يا دولة يا دولة، يالا رمزي بتوع الكلاب مالهم ومالك جواميس يالا. يا دولة ولا يا دولة، يالا بهزر ولا دلوقتي رمزي عمال بيكسر في البازار وعمال بيكسر في التماثيل ومتمرمخ في الارض وعمال بيعيط. ايوه يا ستي، رمزي ابنك. هو انت عندك ولاد غير رمزي؟ منتشر في العيله وراثه. ايوه انا عادل. عادل امام هيكلمك ليه يا ستي؟ انا عادل ابن عم رمزي. ماشي يا ام رمزي، مستنيك. مع السلامه. مع السلامه. يعني أنا عايزة أفهم دلوقتي، أنت إيه اللي حشرك في الموضوع ده؟ أصلا موضوع معنوي عائلي، أنت مالك بتتدخل ليه؟ بتدخل ليه إيه؟ يا رانيا رمزي مدمر البازار. أنا مش فاهم إيه اللي عامله ده وكل الدوشة اللي عاملها دي عشان أمها تتجوز. وفيها إيه لما أمه تتجوز؟ ليه يقف قدام سعادتها واستقرارها؟ الله الله الله، إيه حكايتك يا ماما؟ شكلك بتشاور عقلك على العريس ولا إيه؟ وافرض يعني فيها ايه يعني؟ لا انا ما افرضش البلا قبل وقوعه. ده عشم ابليس في الجنه يا عادل، ما تخافش، دي كلها اوهام وعمرها ما هتتحقق. يا جماعه انتوا اصلكم مش فاهميني، انا مضطر اجاري رمزي في حكايه الجاموسه دي لانه بجد اعصابه، انا اول مره اشوفه كده، ده كان هيتهجم عليا. طب بابا ما تيجي نشتري الجاموسه دي ونحطها عندنا في البلكونه؟ تصدقي ممكن دي تبقى فكره كويسه جدا، ناخد منها اللبن بقى ونحلبها ونعمل منها جبنه ونعمل منها زبده ونعمل منها قشطه وننافس بقى السوبر ماركت اللي تحت. يا ياسمين يا حبيبتي، الجاموسه مش من الحيوانات اللي تتربى في البيت، يعني هي مختلفه تماما عن الارنب والفرخه والاسد. طب بابا، طب اجيب لي اسد. عايزه اسد؟ حاضر يا حبيبتي، اعدي ان شاء الله على المحل بتاع الاسود اجيب لك اسد صغير كده. عايزه اسد لونه ايه؟ اخضر. اخضر وبفيونكه من فوق؟ يا ريت يا ريت.
عارف يا عادل، الحل الوحيد لمشكلة رمزي انك تخليه نفسن على الجاموسة. معقولة يا رانيا؟ يعني نفسن على الجاموسة ايه؟ اخليها مثلا تاكل البرسيم بتاعه؟ خليك ورايا بس يا عادل، تجيب الجاموسة عندك في البازار وتقعدها وتربيها وتدلعها وتهننها، فالواد رمزي بقى ايه هيغير منها جدا وما هيصدق، هيقوم واخدها كده ومش بعيد قوي يذبحها ويوزع لحمتها. بصي ايه، يعني هو رمزي غبي اه، بس مش لدرجة انه ينفسن على جاموسة. ينفسن على جاموسة؟ حق علينا. ايوه ياما، والحق لازم يرجع لصاحبه. ايوه الحق. والحق حبيب الله. حقكم عليا انتوا الاثنين، خلصونا. هتعملوا ايه في موضوع الجاموسه سونيا دي؟ شوف يا رمزي، انا لازم ابيع سونيا دي علشان انا لازم اشوف مستقبلي. ايوه ياما، ما انا عارف يعني ان انت لسه في براعيم الشباب، لكن برضك يعني ما تنسيش ان سونيا دي ياما شالتك، يعني ياما كنست لك الدار، وياما زغطت لك البط، وياما حطيت لك كمادات لما كنت بتسخني. ده ايه الجاموسه العجيبه دي؟ انتوا جايبينها من السيرك ولا ايه؟ ايوه، امها كانت بتشتغل في السيرك الدبلوماسي، بس اهو لو جالك الطوفان حط سونيا تحت رجليك. ياما بص اسمعي بقى، انت لو رميت سونيا دي انا هاجي اولع في محصول الزباله اللي انت زرعاه. انتوا زارعين زباله؟ ما شاء الله. زارعين ايه بقى؟ صفايح فاضيه مثلا وازايز زيت فاضيه؟ اسكت انت يا دوله بدات. بص والله العظيم لساني طولك بلفظ نابي. لا انا اسف يا استاذ رمزي، اتفضل اخلص عشان امك موجوده. اخلص. يعني انت اللي مزعلك حكايه البهيمه سونيا؟ ايوه ياما. بص بقى، يعني ما هو بصراحه يعني ما يرضيش ربنا احنا نرمي سونيا بعد العمر ده كله، وبعدين احنا لازما يعني احافظ عليها لانها بمثانه امي. مثانه امك؟ هو اكيد تحال ابوك بقى. بص يا دوله والله العظيم لو مسكت بص ايدي هتطولك بالشلوط. ايدك بالشلوط على اساس ان انت ماشي باربع رجلين؟ اتفضل، انا اسف اسف. طب انت ايه رايك يا رمزيزي؟ هاي رمزيزي التاني. يلا، يعني رأيك ان احنا ناخد البهيمة سونيا ونحطها مع البهيمة ميمي والبهيمة فيفي في الزريبة بتاعت جليطة؟ اسفا متأسففا يا اما، مش موافق الا اذا هي اللي طلبت كده. وهي هتطلب كده ازاي؟ يعني هتفتح عليها الزريبة تلاقيها محضرة الشنطة بتاعتها؟ انا عارفة ان هي مش هترضى الا لما تقنعها انت. خلاص يا اما، ما تزعليش نفسك، من العين دي قبل العين. كمان يا اختي، وجابلي من كاش اكنس بيه وافرد بيه شعري، اصلا انا حنيته. ده بالفيس يعني تيس؟ احنا ما عندناش في البلد حد بيربي تيوس. اه، ويا اخت جليطة ده شافك فين ولا عرفك فين؟ اقول لك، اصل هو تقدم لي قبل ابو رمز ما يتقدم لي سنه مفحته الكنال، وكان يمشي يزعق في البلد ويقول يا رمزيه انت فين يا رمزيه، وحشتيني يا رمزيه. على ايه يا اختي؟ ايه اللي على ايه؟ ده اني احلى واحده في كفر الدبانه. طيب اهم حاجه بس يا ام رمزي، عملتوا ايه في موضوع الجاموسه سونيا دي؟ انا شيعت اجيبها في عربيه نص نقل، وجليطه اصرصر انه ما ياخدش مني ولا ملين في النقليه دي. اه يا سلام. طب بعد ما تجيبوها بقى بالعربيه النص نقل، يعني هتحطوها فين دي؟ ما انت عارف بقى، اهو رمزي لما قلنا له يروح يقعد جنب الجاموسه ما رضيش، وقال لا انا اقعد جنب اكل عيشي لحسن حد ياكله ويلقطه مني. حطوها في بير السلم. تطبير السلم؟ اه، وبالمره تحرس لنا العماره بدل الكلب. ايه يا راجل انت؟ انت اتلهطت في مخك ولا ايه؟ هو في جاموسه بتحرس عماره؟ يا سلام، هي دي اللي وقفت في زورك يعني؟ طب ما كانت من شويه هي اللي بتكنس الدار وهي اللي بتزغط البط. دي حاجه تانيه خالص. المهم ان رمزي يقنعها ان هي تسيب الزريبه، وجليطه اشترت علي يعني يا لا. ياه يا دوله، انا في اسعد ملحوظات حياتي. الزباله اللي انت عاملها دي طبعا في اسعد ملحوظات حياتك، امك عندنا في البيت وامك التانيه هنا في المخزن. انت عارف يا دوله انا بحب سونيا دي عشان هي احن عليا من امي. خرب بيتك، انت بتاكل برسيم؟ يلا بتاكل برسيم. بس بس بس. Please we want to buy. Oh, what's this? This is akau, ya sidi, akau. Oh, we want to buy this. No, no, this is my father. Father, eh? Your father, eh? You can buy another thing. You can buy another thing. We have statues, we have tabla, we have donkey, anything. No, 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 thanks. Goodbye. Goodbye, ya sidi. Goodbye. راحتك. يلا يلا يا هبل. كان زمانها دلوقتي هتاخد الجنسيه وبعد كده تنقلها لك. يلا لا يا دوله، لا الجنسيه دي انا ما اخدهاش حتى ولو بملالين الفلوس دي، امي تانية. حاضر يا ام، حاضر. يا سلام، وحنين انت، حنين. استغفر الله العظيم،
السلام عليكم يا استاذ عادل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا معلم زهر؟ اتفضل تشرب ايه؟ حظ الله، حظ الله، أنا لا هاكل ولا هشرب، أنا بيتي اتخرب يا أستاذ عادل، بيتي اتخرب. بيتك اتخرب ليه خير؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل بس يا معلم زهر؟ اللي حصل لا يتحكي ولا يتقري، الجاموسة بتاعتكوا. مين؟ رمزي؟ آه رمزي جاموسة، وأجمس جاموسة في العالم، كان جرر الجاموسة زميلته ودخل على كشك الوردة، فجأة جلت الورد كله يا استاذ عادل، ما فضلش غير دي والفازه دي يا استاذ عادل، الفازه دي. طيب معلش يعني ان شاء الله ما تقلقش. ايه ايه يا معلم زهره؟ ايه صوتك؟ صوتك ازعج الجاموس سونيا، مالك؟ وبعدين ما انا قعدت اقول لك لم الورد لم الورد. ايه لم الورد لم الورد؟ ايه يا عم خليل بتاع الورد، انت خدت الجاموسه طلعتها بره ولا ايه يا رمزي؟ ايوه دوله، مسليه كانت متضايقه فقلت اخرجها بقى شويه. خرجها بقى، خرجها شويه، خرجها شويه، بقول لك يخرجها شويه. قال لي ايه يا استاذ عادل؟ الجاموسه ملهاش غير زريبتها. استاذ عادل انا اتخرب بيتي يا استاذ عادل، ما فضلش غير الورده دي والزهريه دي. يا عم انت اصلك بتبالغ، ما هو فضل برضه القميص مليان ورده اهو ما شاء الله، كويس انها ما شافتوش يعني. وبعدين اللي اتخرب بيتصلح ان شاء الله، يعني محصول الورد اللي هي كلته ده يعمل له كام يعني يا معلم زهره؟ يعمل له كام؟ ايوه ليك بقى ولا للزبون؟ وعايز بقى السعر الاصلي ولا التقليد؟ انت داخل يا عم تعمل صفقه يا عم، اي سعر؟ الورد بكام يا عم؟ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ ايه انا رايح اشتري الحديقه الدوليه بكام يا عم الورد؟ خلص 500 جنيه. 500 جنيه من 100,000 ل 500 جنيه؟ خد ادي 20 جنيه اهو يا عم. 20 جنيه؟ طب خد الفازه دي هديه مني ليك، على فكره ده متعتقه بقالها 50 سنه، هي هتكبر هتبقى صفصافه ان شاء الله. منكم لله، منكم لله مفتريين، ومنك انت عشان اله الورد اللي كلته الجاموسه شوكها يقف في زورها. اي اي خد يا معلم اله انت شوكك يقف في زورك، بيمشي بالجاموسه دول. خد تعال. ايه غلطان وبتتكلم؟ واخد الجاموسه تفسحها؟ وديت الجاموسه فين يا دولة بقى؟ أصلية أول مرة تنزل مصر يعني، فقلت بقى أفسحها يعني تاخد نفسها. تفسحها منك لله يا رمزي، وديتها فين بقى يا سيد؟ النهاردة الصبح دولة طلعنا على جنينة الحيوانات، بس مش عارفة دولة كان الأسد عمال يبص لها كده بصات غريبة كده أهو. ما طبعا لازم يبص لها، كان عايز ياكلها يا أهبل. أنا شكيت في كده برضك يا دولة، فقمت بقى واخدها وطالع بيها على الهرم. طلعت بيها الهرم؟ طبعا السياح بصوا لك أنت بصات غريبة. إيه ده؟ انت شعرفك يا دولة؟ انا مش عارف، دماغك رايح عند الهرم وجرر جاموسة، وهي طبعا الجاموسة كان نفسها تطلع على الهرم من فوق مش كده؟ لا يا دولة، وانا قلت لها بس هي يعني خافت تتزحلق. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ وبعدين اللي انا عايز افهمه دلوقتي يا رمزي، يعني انت خدت الجاموسة وديتها جنينة الحيوانات وبعدين وديتها الهرم وبعدين جبتها على هنا، المسافة دي كلها كنت انت بقى راكب فوقيها ولا ايه اللي حصل؟ لا يا دولة ما يصحش يعني، انا ركبتها ميكروباص. انت ركبتها ميكرو بس هي ما ركبت باز مش كده؟ ايه ده؟ انت مش عرفك الدولة يا ابني؟ انا عارف كل حاجة يا ابني. ولا رمزي إيه؟ الجاموسة دي لو ما مشيتش من هنا النهاردة انا هتبعها. هتتبحنا انا ليه دولة؟ هتتبحنا انا؟ الجاموسة التانية انت هقول الحمار لو ما مشيش هتبحه، الجاموسة لو ما مشيتش هتبحها. لا دولة لا، ده انت تتبحنا انا احسن. لا انت مالكم عايزين ليه من سونيا؟ مالكم كلكم عايزين من ايه بقى؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ على فكرة أم رمزي أكبر مني يجيب بخمس سنين. يعني إيه؟ حضرتك توصلي إن حياتك عايز تتجوزي يا طنط ولا إيه؟ تيتا إنعام بتقولي إن هي عمرها ما هتفكر في الجواز. بس بنت هيب والله أنا لو واحد اتقدم لي اسمه جليات ولا جليتا ده أنا شخصياً أسيبه بس علشان اسمه. حوش حوش يا مجيدة، حوش العرسان عمال يتحدفوا عليكي يا أختي لدرجة انك بترفضيهم عشان اساميهم مش عاجباكي. شات اب يو شات اب. لو سمحتي يا سناء، لو سمحتي ما تتكلميش على مامي كده. بت 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 ايد الهون انتي، مش انتي اللي تقولي اتكلم واقول ايه والمقولش ايه؟ انتي يا بنتي انتي بطلي تحطي نارك من نار اختي يا بنتي بطلي. الله، وهي غلطت في ايه؟ وهي مجيدة لقت حد يتجوزها وما اتجوزتش؟ ها ها ها، انتي بس عشان متغزانة جدا مني علشان انا احلى واصغر منك بمراحل يا حبيبتي. ما تصلوا على النبي يا جماعة، الله ما يصحش كده. ياسمين انتي اللي مقعدك هنا، قومي خشي اوضتك. هو اللي يقول الحق في البيت ده يبقى غلطان؟ يا بنت قولي خشي اوضتك، خشي اوضتك، يلا اتحركي.
احلى واصغر ايه يا مجيده؟ ده انت من يوم ما جوزك قدم استماره سته من الدنيا كلها ومشي بسببك طبعا الا ما حد عبرك، الا ما راجل بصلك وانت معديه اديني اماره. اصل انت بس اللي عندك الزهايمر يا حبيبتي، انت ناسيه المعلم نفخ وجري ورايا وحكيتي قد ايه. مامي يعني انت زعلانه من جليطه ومش واخده بالك خالص من نفخه ده؟ لا يا حبيبتي جامي. ايه نفخه؟ نفخه يعني تخين ومربرب. يا بنتي ما مامي اصلا رفضته عشان اسمه. لا يا حبيبتي مش عشان خاطر اسمه، عشان بيشتغل جزار. جزار ايه يا ماما؟ ده قعد ساعه جنبها يقول لها انا بشتغل جزار انا بشتغل جزار، في الاخر طلع بيبيع جزر. جامي يو ستوبيد. طيب دولا انت معد مروحك دلوقتي، يعني مش عايز اي حاجه مني قبل ما انت تمشي بالسلامه؟ كنت عايزك بس تجيب لي يا رمزي علبه كشري بجنيه ونص، وتجيب لي نفسك علبه كمان بجنيه ونص، وتجيب لي سونيا الجاموسه علبه ب3 جنيه. ايه ده ليه يا دولا؟ ما تاكل زينا. ايه بس برضو يعني يا رمزي انا بجد ابتديت احبها خلاص، يعني مش عارف اعيش من غيرها، لدرجه ان انا بفكر بقى اديها الفرشه بتاعتك كمان، وكمان بقى ايه اديها ضعف المرتب بتاعك. ايه ده ليه يعني يا دولا ده كله؟ يعني ليه هي بتعمل ايه يعني غير ان هي بتقعد تنعر وتاكل وخلاص؟ بتنعر؟ لا 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 لا, لا. اوعى تقول عليها كده، لا عيب يا رمزي دي بركتنا يا ابني. لا يا دولا بركتنا ايه يا عم؟ لا بقول لك ايه، ده انا هنا هون شقيان طول عمري والسنين اللي فاتت دي كلها لغايه لما وقفت البازار على ايده. وقفت البازار على ايده على اساس كنت هتدخله السيرك ولا ايه؟ بص يا دولا من الاخر كده هون ما تجيش يعني حته الجاموسه وتاخد فلوس اكتر مني. يا رمزي ده انت غيران بقى. لا يا دولا ما مش غيران ولا حاجه، بس يعني ما يعني هتاكل عرق كده هون على الجاي زيها. لا لا بس برضو يعني يا رمزي الجاموسه دي في مقام امك، ده هي اللي رضعتك وهي اللي حمتك بلساها. لا بص يا عم، هي بقى راحت اشتكت لي اول امبارح على فكره وقالت لي بص يا رمزي انا المكان ده مش مريحني خالص، فانا بقى شفت لها مكان تاني اريح. يا دولا سلام. براحتك يا رمزي براحتك. يا نهار اسود الجاموسه فين؟ ده الواد رمزي ممكن يروح فيها، تكون خرجت من بازار. السلام عليكم، ازيك يا دولا؟ اهلا يا رمزي. ايه فين؟ بقول لك يا دولا في لحمه جايه لي كمان شويه يعني، فانا عايزك بقى تاخدها كده وانت تعمل لنا عليها سندوتشين حلوين كده. بس بقول لك ايه، مش مراتك اللي تطبخ ها؟ علشان يعني اكلها وحش قوي. اللحمه جايه لي في السكه. رمزي انت وديت الجاموسه فين يا رمزي؟ الحمد لله يا دولا ربنا قدرني يعني وردت لها الجميل. انا وديتها بقى للمعلم سطور الجزار وهو قال لي بقى انا عندي دار مسنين للبهايم. عنده دار مسنين للبهايم؟ ده اللي هو الجزار اللي هو المعلم سطور دار مسنين؟ مش فاهم. هو قال لي كده دولا، وقال لي كمان تعالى يا رمزي بعد شويه كده هون عشان تاخد نصيبك بقى في ثانيه. قال لك بقى في ثانيه ولا نصيبك في سونيا؟ لا يا دولا في ثانيه يا دولا، اصل انت مش فاهم، دار المسنين دي يعني مش بتدفع يعني الواحد بالفلوس، لا دي بتدفع بقى باللحمه ليا انا بقى والغلابه كلهم. دار مسنين بتدفع لكم لحمه مش بتدفع فلوس، وانت وديت الجاموسه عشان يلا انا كده كده مستفيد يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا معلم سطور حبيبي. ازيك يا معلم رمزي؟ خد بقى يا سيدي ده نصيبك من اللحمه، دي بقى الراس مفيش حد رد ياخدها، وبعدين تقطيعها صعب قوي. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك. راس سونيا، راس سونيا قتلتها قتلتها يا مجرم قتلتها يا مجرم، مش هسيبك الا في اسم البوليس. قتلت ايه؟ انا ذبحتها، وبعدين ما احنا قلنا لك بسن السكين. سن السكين؟ ايه ده؟ دول انا سمعتها دار مسنين. خرب بيتك دار مسنين ايه يالا؟ في جاموسه بيودوها دار مسنين. معلش يا معلم سطور احنا اسفين جدا ومتشكرين جدا، ورمزي ابعتهولك على طول. ها؟ تحت امرك يا باشا. سلام عليكم. مع السلامه. مع الف سلامه. زفت. يالا رمزي سامحيني ياما، سامحيني ياما، ما كانش قصدي والله. يلا يا رمزي خلاص يلا بقى، وبعدين امسك نفسك يعني، ما هو ده مصير كل البهايم يعني، ما يجراش حاجه. لا قطعت فيا دولا والله. وهي اتقطعت برضه ما يجراش حاجه، سيبها بقى. ده كانت لسه الصبح معايا. ايوه عمرها. معلش معلش ما تزعلش ما تزعلش، ما قالتلكش حاجه قبل ما تتذبح يعني على طول الله يرحمها؟ لا دولا هي قالت
ومشيت على طول. دولة آخر كلمة قالتها كده؟ دولة حبيبتي. طب دي كان معناها إيه؟ يعني هي قالت لي مع السلامة، كان قلبها حاسس كده. قلب الأم، قلب الأم. يلا وكانت صاحية وبتلعب، يلا مش إشكال. ربي بقى، ربنا يطرح لنا البركة في راسها بقى. ربيها، خد راسها ربيها. ماشي يا دولة. بقول لك يا دولة، احنا ينفع بقى نعمل عليها بقى سندوتشين شاورما كده هون؟ سندوتشين ايه يالا؟ ده احنا عندنا لحمة كتير، ده احنا هنعمل محل شاورما يالا. المهم ان احنا خلصنا منها الحمد لله. وينفع نعمل شاورما فراخ منها؟ من الجاموسة؟ طبعا، ما غبية زيك اكيد فاكرة نفسها فرخ. بكره اخباري بكره الحمد لله كويس. يعني انت ايه بتسلمي عليا قبلها بيوم ولا ايه؟ سحى قريبتنا بنت طنط بطيئه جايه تزورنا ولازم تبقى موجود. طنط بطيئه دي ما دام ادتك ميعاد بكره يبقى اكيد هتيجي بعد اسبوع، وبعدين انتوا ستات مع بعض، انا ايه اللي قعدني معاك؟ يا حبيب قلبي، ما هي سحى هتجيب معاها جوزها الاستاذ ابراهيم الخشن، فلازم تقعد معاها. الخشن والبطيئه ده انتوا عيلتكم غريبه جدا، ايه الاسماء العجيبه اللي في العيله دي؟ يا عادل انا مبهرجش، بتكلم بجد، ولو سمحت ما تكسفنيش معاهم عشان قلت لهم انك هتبقى موجود، وبعدين بقى ما تبقاش تنسى وانت جاي تبقى تشخشخ جيبك وتجيب لنا حاجه حلوه كده على اساس يعني يبقى شكلنا حلو قدام الناس. لا حاجه حلوه مقدور عليها، انت عارفه يعني احنا بيت الكرم. هجيب حاجه حلوه وابعتها مع رمزي. يا سلام. وانت مش هتقعد مع استاذ خشن؟ ها لا، خشن ايه اللي هقعد معاه يا ماما وانا ناقص خشونه؟ انا هبقى قاعد في البازار، هو لو عايز يقعد معايا رمزي يبقى يجيبه لي. على فكره بقى انا بدات اتضايق ان انت ما بتتعاملش وما بتتصرفش على انك رجل اسره، انت لازم تبقى موجود. يعني انت دلوقتي تحب تروح تزور حد ويحلق لك؟ بصراحه لا. خلاص يبقى انت ما تحلقش لحد عشان ما يتحلقلكش. ده ايه الحلاق اللي انا قاعد عنده ده؟ ماشي خلاص هتصرف انا، مع اني كان نفسي احلق لحد. لان اول ما تيجي سوا بنت البطيئه دي على طول نخش على اوضنا. اوضكو اسمها اوضتكو، وبعدين بقى حسني ملفظاتك. احنا ما بنجاملش حد عشان ما فيش حد بيجامل ضيوفنا. يا سلام، ليه بقى يا طنط؟ هو حضرتك ناسيه ان لما جت اخت حضرتك من اسكندريه السنه اللي فاتت قعدت قبلها بيومين اطبخ عشان اشرف حضرتك؟ والحمد لله ان احنا ما كلناش من اكلك، نفدنا باعجوبه، كنا زماننا مرميين في المستشفى. يا حبيبتي انت ما كنتيش بتجاملينا. انت كنت رسمه على انك تصيفي عندها في شقتها اللي في اسكندريه. قصدك ايه يا ست انعام؟ ان انا بنتي مصلحنجتيه؟ لا يا عينيا، انا بنتي ما فيش اهبل منها. لا يا مامي انا مش هبقى. ايوه انا فعلا كنت رسمه على المصيف، وده اذا نم على الشيء فينم على الذكاء الساحلي لتوطيد العلاقات مع الخصم. ماما وزيرة الخارجية بتاعت الساحل الشمالي بتتكلم، انتبهي يا ماما دي بتقول خطبة. ها؟ اسمع كلامي بس. خلاص بس انتوا بقى. ادي سكينة يا ماما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خدي يا رانيا، ادي الحلويات اللي انت طلبتيها اهي. ده ايه ده يا عادل؟ دي فيها ايدي يا حبيبتي؟ صغيره قوي. ايوه يا حبيبتي بس فيها كل حاجه. اتفضلي حضرتك، ادي بسبوسه وادي كنافه وادي شوكولاته، وفي كمان حلاوه الليمون. كل سنه وانتم طيبين اهو. عايزين ايه تاني؟ سبحان الله، يوضع سره في اصغر خلقه. ازاي كده؟ ازاي بس يا عادل؟ دي هتكفي مين ولا مين ولا مين؟ احنا لوحدينا كده، احنا سبعه وهما اتنين، هتكفينا ازاي؟ لا 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 لا، انتوا مالكم؟ انتوا سبعه ولا مش سبعه؟ وانتوا هتاكلوا منها؟ دي بتاعت الضيوف بس. لا يا ماما اهي. وهما هياكلوا الفتافيت اللي هنا دي؟ يحمدوا ربنا، ده ما بيشوفوش الحاجات دي الا من سنه للسنه. طبعا مش هيشوفوها من كتر ما هم صغننين قد كده. يلا خليهم ياكلوا ويشبعوا ويبروا نفسهم. طب يلا حبيبي يلا، من فضلك لو سمحت خش غير والبس حاجه عدله كده عليها القيمه وبسرعه عشان الناس جايه. ودي ما عليهاش القيمه يعني؟ عموما ماشي هغير. ماشي حاضر، اريحكوا. يلا حاضر. بسرعه بقى. شعيل شعيل ماما. ايوه يلا بينا قبل ما تيجي بنت البطيئه نخش اوضنا، احسن يقولوا عين عايزين ناكل من علبه الحلويات ولا حاجه. يلا 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 بلديو يا ماما. شبعانين شبعانين. روحوا. اهلا 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 اهلا. عامل ايه؟ اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضل. ها القعده كده مستريحه ولا تحبي تمددي على السجاده؟ مش
بس ربع ساعة كده واغير الكرسي بتاعي. اوكي يا حياتي خدي وقتك خالص وانا هزبط لك الستوب واتش. اوكي يا جماعة والله اللي يشوفكم كده ما يقولش ان انتوا بقالكم 9 سنين متجوزين. 9 سنين؟ مش ممكن. تخيلي يا حياتي عدوا عليا هوا، انا بدون مبالغة عدوا عليا كأنهم 9 دقايق. معلش يا رانيا، الجواز اسمه ونصيب يا حبيبتي. تحبوا تشربوا ايه؟ تشربي ايه يا حياتي؟ شاي؟ لا لا معلش، اتس اوفر. اولا الشاي بيحرق الحديد، ثانيا منبه، وانا عايزك على طول هايمه يا حبيبتي. طيب اشرب ايه؟ نقول مثلا برتقان. مش عارفه. طيب ليمون. وندرفول. اوكي يس، يبقى 2 ليمون. اه بس استسمحك اعمله انا عشان هي بتحبه من ايدي. حبيبتي انا هغيب عنك شويه مسافه الليموناته، هتوحشيني. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. رانيا احنا الضحك علينا في جوازاتنا. ايه يا رانيا بس، ذوق شقتك يجنن. ايه ده هان؟ لبانه ملزوقه في القميص؟ يعني بدل ما كويه امضغه يعني ولا ايه؟ احترس. ايه احترس؟ ايه منحنى خطر يعني؟ وبعدين يا هانم مش تشوفي شغلك؟ وايه العلبه اللي انت جايباها دي؟ دي ام العلبه اللي انا جايبها، يعني جايه تطمن اتاكلت ولا ما اتاكلتش؟ علم بقى تمن العلبه دي هيتخصم من مصروف البيت. يا عادل فضحتنا، يا عادل فضحتنا. ضيوفكم يا عادل، الضيوف جم يا عادل. ازيك يا استاذ عادل؟ نعم. اهلا قوي. منورين منورين. احلى ليمون لاحلى زوجه في الدنيا واجمل سوها في الدنيا. ميرسي يا حبيبي. اتفضل يا حياتي. كرامي. اتفضل. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا استاذ عادل صح؟ ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذ ابراهيم الخشن ومدامته ومدام سهى. اهلا وسهلا، اتعرفت بمدام حضرتك من شويه، كنت لابس اتفضل. اهلا وسهلا. رانيا ما تقومي تجيب الحاجه الحلوه توزعي للضيوف. الضيوف بس ها؟ هو طبعا مبدئيا ميرسي خالص، بس انا شايف ان الحلو مع الليمون مش كويس عشان سهى. يا ليه بتدرس ولا ايه؟ لا بتزود نسبه الدموع في عيونها. نسبه الدموع؟ ما شاء الله. رانيا بقى قلل البصل في الليمون عشان الدموع بتاع الهانم ولا ايه؟ واستاذ خشن حضرتك بتشتغل في مجال ايه غير انك انت جوز الهانم يعني؟ والله انا بعد ما خلصت اداب فرنساوي قابلت سهى. ايه ده؟ ايه يا حبيبتي ده؟ انت ليه يا ماما ما شربتيش الليمون؟ فهمت، دي غلطتي، لون الشاليمون مش عاجبك، انا موافق انك تعاقبيني. دي حبيبتي خلاص انا هصلح غلطتي. انا معايا هو واحده اصفره وواحده ازرق وواحده اخضر، ومعايا الليموني في العربيه، لو حابه ان انا انزل اجيبها دلوقتي حالا هنزل. هات الاحمر دي. اوكي. استاذ خشن هو حضرتك ابوها؟ والله يا استاذ عادل انا بالنسبه لسهى باباها، مامتها، خالها، عمها، خالتها، صديقها، كل ده في واحد. يا سلام، يعني حضرتك مثلا بالنهار بتبقى باباها وبالليل بتبقى صاحبها اللي بيقابلها من ورا باباها بتاع بالنهار. عادل سيب الرومانسيه تسير في مجراها يا اخي، وانت اللي منك ولك فيه شرك. مش معقوليشن في الليشن يا اخي، احترم مشاعر بتاع الناس. مشاعر؟ انا اصلا شاعر يا حماد، انت بتتكلمي في ايه؟ والله انت بتكتب شعر فعلا يا استاذ عادل؟ بكتب شعر. انا الشعر ده خد مني رقات رقات رقات. طب ما تسمعنا حاجه كده. والله انت عارف، بص انا بتحرج اما حد يقول لي سمعنا وانا اسمعه، بس بسمعهم يعني. اسمع يا سيدي. يا مصر نيلك اهلك خلانك عمامك عماتك، يا مصر في حبك بحبك يا مصر. دي قصيدة يعني في حب مصر طبعا، زي ما انت ملاحظ، قصيدة اجتماعية سياسية فنية رومانسية. انا شايف ان الناس فاهمة الحب غلط وبتعبر عنه غلط. بتعبر عنه غلط؟ تقصد ايه حضرتك؟ اقصد ان ندي العيش لخبازه. طب ما انا خبازه
وبعدين هو في عيش اليومين دول، عيش ايه اللي نديه لخبازه؟ ده عشان نديه لخبازه لازم نوقف طابور 4 ساعات. يقصد يقول انه من الظريف قطعا ان الراجل يتوجس على مراته بالحذر والرومانسيه على مشاعرها. وبعدين مش طول النهاراتوس كده شخطه وزفتاتوس من اللي انت بتعمله ده. انا بعمل زفتاتوس؟ ده انا ما اعرفش اقولها، اعملها ازاي؟ حبيبتي تحبي نقوم دلوقتي نسهر في اي حته؟ يا ريت، بس فين؟ على النيل مثلا. كنا هناك امبارح. طيب كازينو كبر الغرام. كبر الغرام؟ ايه شعره بيض يعني ولا ايه؟ كنا هناك اول امبارح. طب تيجي نرقص سلو وتانجو؟ كنا بنرقص هناك اول امبارح. بس لقيتها. ايه؟ احنا نروح اسكندرية ناكل سمك ونشرب مانجا. يس، فكرة تجنن، الرومانسية موت. ايه العالم الصايعة دي؟ بقول لك ايه، ابعدي عنهم عشان ما تتمسكيش. طب يا جماعة احنا نستأذنكم بقى انا وسهى عشان نلحق شروق الشمس على البحر. خلي بالك لازم تاخد معاك سندوتشات عشان البحر بيجوع يعني. لا ده احنا هناخد لانش ونطير. طب ما تاخدوا طيارة وتنزلوا بيها في المية. مش هتنسي خالص. يلا باي. يلا باي. عنك الشنطة عشان تقيلة. يلا نورتونا وأفهمتونا ونستونا. ما تجروش على السلم عشان تزحلقوش. العالم التافهة دي. انت ما بتحبنيش، ما بتحبنيش. ايه ده؟ مين اللي قال؟ قصدي ايه ده يعني، ازاي تقولي كده؟ لو كنت بتحبني كنت بقيت ربع الخشن. ربع الخشن اللي هي الصنفرة الناعمة؟ ايه الخشن ده؟ الخشن؟ الخشن هو ده الراجل الرومانسي الحقيقي اللي اي بنت في الدنيا تتمنى يبقى فتى احلامها. طيب اديك قلت بنفسك اهو، فتى احلامها مش فتى واقعها. انا الواقع يا ماما. تقصد عينيا؟ انت بتسخر مني ومن رومانسيتي الملتهبه؟ لا بصي، ما دام رومانسيتك ملتهبه لازم بقى تعملي لها مرهم او معجون سنان عشان ما تفقفقش. انا زهقت وتهت وطقيت، انا مش حاسه بقرصتي معاك ولا ان انا فتاه. دي سهى المعفنه اللي كانت بتعتبرني مثالها الاعلى، دلوقتي خلاص بقيت مثالها الادنى، خلاص بقيت بالنسبه لها غير ذات حيثيه. حيثيه؟ طب حس كده ايه اللي مطلوب مني اعمله يعني؟ لازم تعرف انك مقصر وتحاول تعدل كفه الميزان. بص يا رانيا يا حبيبتي، يعني اكيد طبعا ان انا بحبك، بس مش معقوله يعني كل شويه هقعد اقول لك بحبك كل شويه. خلاص على الاقل تقولها مره كل يوم. ماشي، بحبك. ادي عندك 3 يكفوكي 3 ايام، ما تجيش بكره تقولي بقى ما خدتش بحبك بتاعت النهارده. على فكره بقى انا قلت لك على مشكلتي، ولو اهملتها هحملك المسؤوليه كامله يا عادل، علشان انا ممكن يحصل لي تصدع نصفي ويجي لي حاله اكتئاب وياس. تصدع نصفي؟ خلي بالك العلاج بتاع التصدع النصفي ده بسيط قوي، اسبرينا يعني، تاخدي اسبرينا وما دام نصفي خدي النص اسبرينا ونامي ناحيه التصدع لغايه ما يحصل تشقق وتقومي متفرتكه. عادل اطلع بره، اطلع نام بره. دولا الشاي بتاعك اهو. دولا هو الكتيب ده بيحكي عن ايه؟ ده راجل المستحيل ده؟ انت ده راجل المستحيل، لان مستحيل حد يصدق ان حيوان زيك لسه ما انقرضش لغايه دلوقتي. طيب يا دولا يا عم، ده انت تبوس ايدك وش وظهر علشان انك عطرت فيا. انا يا ابني مش عطرت فيك، انا اتكعبلت فيه. يا دولا ما قلتليش الكتاب ده بيرغي في ايه يا دولا؟ ما تمدش ايدك على الكتاب. ولا ما تمدش ايدك على الكتاب. الكتاب ده يا سيدي بيرغي في الرومانسيه. طب وده اسمه كلام يا دولا؟ طب ما تتعلم يا عم حاجه تانيه تنفعك احسن يا دولا، يعني تعلم كيف تركب الخيل، كيف تركب الحمير، كيف تركب الجواميس. انت عايزنا نتعلم اي حاجه تتركب يعني؟ عايز تشغل انت قرايبك وخلاص. ايوه يا دولا، بص افهمني، خد من ابو الرماميز يا عم. الرومانسيه دي يا دولا في الراس مش في الكراس. يعني ما يعني مثلا عندك عنتظه بن شمام. مين؟ عنتظه بن شمام. عنتظه بن شمام؟ لا ده معروف قوي. مال؟ ايوه دولا، ده ولا كان بيعرف يقرا ولا بيكتب، وبالرغم من ده كله بلا في عقل العبله. العبله عنتظه بن شمام؟ انا قاعد بتكلم معاك ليه بقى؟ بس يا رمزي اسكت لو سمحت. يا دولا ما انت مش فاهمني يا دولا بقى، انت ايه يا عم اللي يرميك على الكتب الاباحيه دي؟ الرومانسيه يا سيدي، نمت على الكنبه، لازم اتعلم الرومانسيه وانا اساسا مش مقتنع بيها. طيب هقول لك يا دولا، انت قلد الافلام الغرمانيه يا عم،
يعني مثلا عندك فيلم الوسادة البالية. الوسادة الايه؟ البالية. انا افتكرتك قلتها غلط، ماله ده؟ لا سيبك من ده يا عم، بص يعني مثلا ايه فيلم حبيبي نائما. ايه يا ابني الوسادة البالية وحبيبي نائما؟ يخرب بيتك يخرب إيه؟ انت على طول الحب بالنسبة لك كسل ونوم. بس يا رمزي، بس يا رمزي، انا عارف كويس قوي انا هعمل ايه. يجب أن تفاجئ الطرف الآخر بمشاعر غير اعتيادية تعبر عن ارتباطك الشديد به واستحالة الحياة بدونه. أي كلام، أي كلام. أفاجئ الطرف الآخر إيه؟ يعني أعمل لها إيه؟ أفاجئها إزاي؟ أفاجئها؟ ماشي، لو هي دي الرومانسية أفاجئها. بقى ان الرومانسية هبل. عيد يا ماما، انا ما اقولك حاجة، اسمع كلامي. اتفضلي خلينا عادي. فضحتنا فضحتنا ولا فضيحة ولا حاجة، انت بتخضتي اوفر اصلا. عودي عودي عودي. ايه رأيك بقى في المكان الرومانسي الجميل ده؟ رومانسي؟ رومانسي؟ طب خليهم يوتر مزيك شوية. خليهم يوتر مزيك. خدي بقى، خدي الوردة دي تعبيرا مني عن رومانسيتي لديك. دي نخلة يا ابني، وبعدين دي صناعي، خليها لك. صناعي؟ من فضلك سيب الوردة في حالها وما تجيش جنبها. ليه حضرتك؟ دي وردة صناعي، هتدبل يعني؟ طب يا ريت حضرتك الحساب. حسابي احنا لسه ما طلبناش حاجة أصلا. حسابي احاسب على حاجة لسه ما طلبتهاش. خلاص اهدى يا عادل بالراحة، من فضلك ما تفتحناش لو سمحت، احنا مش هنبدأ الخناق. حاضر، عشان رومانسية يعني؟ آه حاضر. أنا هطلب 2 ليمون، كام الحساب لو سمحت؟ 150 جنيه بس. إيه؟ 150 جنيه عشان 2 ليمون؟ أنتوا بتستهبلوا؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ خلاص يا عادل خلاص بقى. هو كيلو الليمون بكام؟ أصعب بقى، أنتوا حرامية. حرامية؟ المكان ده لمستوى معين من الناس، وإحنا واضعين نظام هنا لازم تتبعه، يعني في منا متشارج 75 جنيه، وإحنا حاطين النظام ده عشان أمثالك ما يدخلهوش. عشان أمثالي؟ سامع الكلام؟ لا لا لا، ده أنت بقى مش هيتسكت لكم بقى. أوعي 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 أوعي، ما تخليش أضربك، أوعي إيدي. أضربها، هتعمل إيه يعني؟ إيه؟ هتعمل إيه؟ إيه اللي هعمل إيه؟ هتتضرب يعني هتتضرب. ولا تعرف تعمل حاجة. ولا هعرف. طب انا بقى هفرجك شغلك. شغل ايه يا عم؟ وبعدين مش عيب عليك تبقى جايب الحته بتاعتك ومقعدها وعايش في الدور وانت منفق؟ اخس اخس عليك اخس. الحته بتاعتي ايه يا حيوان؟ دي مراتي. مراتك؟ ما كلهم بيقولوا كده في الاول. لا لا لا، انت سافل بقى وقليل الادب. انت بتعمل يا انا خلصت رومانسية. اوعى انت اوعى انت. انا عارف ماشي يا رومانسي، انا مش هرد عليك. مش راضية راضية. اخرك ده اللي هو ايه، امبابه ولا نازل رمسيس؟ بص يا سناء، الساعه كام؟ مش وقت لطافه خالص يا عادل، دلعها شويه يا اخي. هو الواحده بتاخد ايه من جوزها غير شويه الدلع؟ وبعدين هي بتعمل كده ليه؟ عشان بتحبك وعايزاك انك تحبها زي ما هي بتحبك. ما انا كمان بحبها، بس اعمل ايه؟ من كتر ما عبرت لها عن حبي ده مرمطتني مرمطتني مرمطتني. ما تتحججش، اديك شفت الخشن عمل ايه مع مراته السهى. ده راجل اهبل، وبعدين لعلمك بقى بيضحك عليها، واللي بيعمله ده شغل مراهقين يا هانم. مراهقين يا هانم؟ هو ده الحب الحقيقي يا استاذ؟ دول بقى لهم 9 سنين متجوزين ولسه بيعبر لها عن مشاعره وعن احاسيسه الجياشه. يا سلام، بيعبر لها ايه ومشاعره ايه؟ ما انا عندي مشاعر، حتى لو انا عصبي بس بعبر عن مشاعري، وهو ده تعبير عن مشاعرك. عجبك عجبك، مش عجبك انت حره. مش عجبني عادي، مش عجبني. الغشاش الكذاب المنافق المزيف. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ طلع زير نساء. تخيلوا فشتوا مع واحده، وفين؟ في المكان اللي اتقابلنا فيه انا وهو اول مره. طب وبعدين عمل ايه؟ طلعني. طلعني. طلع مش رومانسي، تخيلوا مش رومانسي، وقال ايه؟ بعد 9 سنين جواز. بس اديكي برضه استفدت يعني من الجوازه، بخرجتين ثلاثه على وجبتين سمك على سلطه الطحينه. مش عايزه واحد رومانسي. اي هيت هيم. خلاص خلاص، انا عايزه واحد اناني يبهدلني ويضربني ويهملني. اهم حاجه ما يطلقنيش. انا بقيت مطلقه يا رانيا، بقيت مطلقه. اريد حلا. تعالي يا حبيبتي، تعالي في الفسحاية دي جنبنا، تعالي مع وفد المطلقات، تعالي يا حبيبتي، تعالي، عيطي لها يا ماما.
الله بيت. مين؟ رانيا؟ نعم يا حبيبي. حبيبي انا ممكن دلوقتي بمنتهى البساطه اقول لك اتفضلي نامي بره على الكنبه. حقك يا حبيبي والله. انا عارف ان حقي، بس انا هرقف بحالك لان انا جربت النومه بتاعت الكنبه وقفايا ورم، يعني ممكن اخليكي تنامي هنا معايا في الاوضه. ميرسي قوي يا حبيبي، ربنا يخليك لي يا رب كريم. لا 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 انت فاهمه غلط، معايا في الاوضه بس مش على السرير، على الارض يا هانم. اتفضلي اتفضلي، مجهز لك حاجتك وادي البطانيه. اتفضلي اتفضلي، مش عايزه رومانسيه، اتفرجي على الرومانسيه يا هانم. هي دي الرومانسيه بقى على اصولها. يا عم خلاص يا عم خلاص خلاص يا عم، رومانسيه رومانسيه، عايزه رومانسيه رومانسيه. طب ما انا ممكن اقول لك يا قلب الليل، يا غرام الافاعي، يا من كنت حبيبتي ذات ليله. ايه خلاص خلاص يا اخي خلاص، زهقتني من الرومانسيه، كرهتني في الرومانسيه، هيغمى عليا من الرومانسيه، كرهتها. بص يا رانيا، في حاجات بيبقى شكلها حلو قوي من بره بس بتبقى كلها كدب، وفي حاجات شكلها ما بيبقاش قوي بس بيبقى اصلها صدق. انا مش قلنا خلاص؟ قلنا خلاص ولا قلناش خلاص؟ قلنا انا ما قلناش. قلنا نامي نامي على الارض، نامي، جربي الرومانسيه انت كمان، هتقولي لي وصوابع وبتاع. ماشي نامي اتفضلي، يلا اصبع على خير، اهي رومانسيه اهو، عشان ما تقوليش حرمك من حاجه هاني. ممكن انسى الرومانسيه واقلب اكشن ومرماطي. صباح الفل يا دوله. ايه ده؟ ده رصيت التماثيل كلها الطلبيه كلها، ايه ده؟ ايه النشاط اللي انت فيه ده يا رمز؟ كل حاجه حصلت يا دوله بس ما عدا بس الملك امون والملك بتاعي. ملك بتاعي؟ بتاع ايه ده؟ بتاع الاسره ال 15 يا دوله. ده بقى رصيت الورق بتاع البرد ده، ايه الحلاوه دي يا رمز؟ ايوه دوله، علقت على ورق البرد وعلقت على الشاي كمان يا دوله. حلو حلو كده، يبقى انت خلصت كل اللي مطلوب منك، روح حضر لنا فطار بقى. لا يا دوله، ما انا اول ما صحيت بدري النهارده الصبح قمت فاطر بقى كل الفطار. فاطر كل الفطار؟ طب كان في علبه جبنه نست ورغيف فينو بتوعي. حصل يا دوله حصل. كلتهم هما كمان؟ ماشي يا عم بالهنا والشفا. طب كان في صباعين موز كمان بتوعي. بالقشر بالقشر. كلتهم بالقشر. يا رب القشر بتاع الموز يقف بقى جوه بطنك ويزحلقك يا رمزي. ايه النشاط والاكل الكتير اللي انت اكلته النهارده ده؟ مش عارف يا دول، انا صاحي الصبح بدري كده وانا حاسس بحاله متغيبه كده وحاله من النشاط الغريب. متغيبه ومن النشاط، الاثنين عكس بعض يا ابني. حدد حدد. ولا رمزي شوف الزبون. عينيا يا دول. اؤمر. هلو اي وان دي. دي ولا دي؟ ولا يا رمزي بطل لماضة. ودي يون سير اي وانت دي. رمزي دي له بتاعت نفرتيتي دي 20 باوندز، يعني ب 50 جنيه ان شاء الله. بيتك 20 باوندز 20 باوندز. ثانك يو. شكرا. نظفها واديها له يا رب. حصل يا دوله من بدري، اتفضل. واتس ذيس؟ وات هابند سير؟ ده الكتريستي. الكتريستي كهرباء؟ ده كهرباء، انا عايز فلوس، عايز فلوس. ماشي ماشي بالراحه، اتفضل ادي فلوسك. كهربي دي يا رمز، عملت ايه؟ خرب بيتك يا راجل. الراجل ده وانا يا دوله باين عليه ملبوس، ده ليه ماما مغليه في الحمام مثلا ولا ايه ده؟ بيقول لك بالكهرب، وريني ايه ده. هو يا دوله ما بيتكهربش يا دول، ايه اللي بيتكهرب فيه؟ اه ما بيتكهربش ولا حاجه. ماشي هو ملوش نصيب فيه بقى، روح وديه. ايه دوله في ايه دوله انت كمان؟ انا كهربت انا كمان، التمثال بيكهرب. يلا يا عم ما بيتكهربش اهو يا دوله، اهو 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 اهو، ما فيش حاجه اهو يا دوله. اه صح ما بيتكهربش. ماشي خلاص روح شوف شغلك انت يا رمزي. يا رمزي ايه دول؟ انت اللي بتكهرب. معقوله؟ معقوله رمزي بيكهرب؟ اه يا ماما بيكهرب، كل ما المسه اتكهرب، غير بقى ان اي حد من الزباين يدخل عندنا البازار يجي يتكلم معايا يلمسه وياخد حاجه منه من البضاعه يتكهرب على طول. ده غير بقى كمان ان كل تصرفاته اتغيرت. قصدك ايه يا عادل؟ يعني رمزي ده سلوكه كلها اتغيرت؟ ايوه برافو عليك يا حماتي، هي سلوكه، كل سلوكه دخلت في بعض.
في تفسير علمي بيقول ان الشحنات الكهروستاتيكيه ساعات بتزيد عند بعض الناس. ايوه برافو عليك يا نجلاء، هي فعلا كهروستاتيكيه، تحس ان استيكه دخلت على مخه ومسحته كله. على العموم رمزي طول عمره كده دماغه قافله. يا ريتها قافله يا ماما، ما كانش حصل مشكله. المشكله بقى ان عنده كهربا بزياده مستمره طول الوقت. طب يا عادل ما دام عنده الكهربيشن في الليجن ده زايد شويه عنده، يعني طب ما تشد السلك دوت ولا تشوف كوبسه فين وتخلعه. معقول يا حمادي؟ في بني ادم بيبقى ماشي في الشارع كده ماشي بكوبس؟ لا، احنا مفروض ندور على المفتاح العمومي ونفصله. طب هقول لك بقى فكره تانية، ما دام في بني ادم عنده كهربا زايده جدا في جسمه، انت المفروض تفضيها له. افضيها له ازاي؟ افضيها له في ازايز ولا مثلا اخليه يشحن موبايلات؟ يعني ما تسمعش كلام حماده، دي ست عماله تخرف. الكلام اللي بتقوله ده كلام تخريف، طول ما هي قاعده عماله تعمل احمر وابيض واصفر وحاجات. يا سلام يا سلام يا سلام يا اختي، مش لازم اكون ماسكه فلايه وعماله اشيل البيبه اللي في شعري. بس بقى خالص، بس اسكت انت. ده وقت خناق، ده وقت خناق ماما حماتي. وبعدين وانا في مشكلتكم دلوقتي ولا في مشكله البازار اللي هيتخرب زياده؟ ما هو مخروب بسبب رمزي ده. طب اقول لك ايه، ما تعرضوا على واحد متخصص في الكهرباء، كهربائي يعني. اه والله يا ماما دي ممكن تبقى فكره كويسه، بس ربنا يستر بقى. مين يا بابا؟ ده عمو رمزي يا حبيبتي. طب ما تشوف وترد عليه. لا ايوه 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 ايوه، عمو رمزي دلوقتي من الكهرباء، اي حد هيرد عليه في الموبايل هيتكهرب. ما تخافش يا لا رمزي، انا طلعت نمره الدكتور من الدليل وكلمته وزمانه على وصول، ان شاء الله يظبط لك ضغطك العالي ده. لو سمحت يا دوله. ارجع مكانك، ارجع مكانك، انا ناقص كهرباء. ارجع. ماشي يا دوله. بقول لك يا دوله، وانا كده ان شاء الله يعني ممكن انور زي نور الشريف؟ طبعا، وزي عمر الشريف كمان. كفايه بس يا رمزي انك انت تمشي في الشارع الناس ما تبقاش قرفانه منك، بالعكس ده هيقولوا لك بقى ايه، منور يا رمزي. اهلا وسهلا حضرتك الدكتور. انت الاستاذ عادل؟ عادل سعيد. ايوه يا فندم، انا عادل سعيد. اهلا وسهلا. عادل 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 ولا سعيد؟ انا عادل سعيد ان حضرتك شرفتنا دكتور. انا الدكتور سليمان كفرية، أستاذ الرعاية الكهربائية الشاملة، ماجستير في أفلات الضغط العالي. يا أهلا وسهلا يا دكتور، حضرتك نورت. أنا أصلي قلبت الدنيا يعني على عنوان حضرتك عشان أجيلك العيادة صراحة يعني. لا ما فيش تعب ولا حاجة، أنا كمان أصلي ما عنديش عيادة. أنا لو أعرف عنوان المستشفى اللي حضرتك بتعالج فيها الناس كنت جيت لك يعني. أنا ما بشتغلش في مستشفيات، أنا عندي محل. محل؟ حضرتك بتعالج الناس تيكاوي ولا ايه؟ شوف انا ما بتكسفش، ما بتكسفش، انا بروح اشوف العطل بنفسي بنفسي. العطل هو اللي عندنا برضو حضرتك يعتبر عطل يعني. طيب فين بقى، فين المشكله؟ المشكله اللي قاعد هناك ده حضرتك. يا استاذ انت فهمني غلط، انا ما بعالجش بني ادمين، انا كهربائي. كهربائي؟ امال ايه حكايه الدكتور اللي مكتوبه دي حضرتك يعني؟ ده لقب انا اخذته وانا بشتغل في مستشفى الامراض العقليه المجانين، وانا بكهرب. حضرتك يعني وانت بتكهربهم يعني خدت لقب اللي هو دكتور؟ ده حاجه كويسه قوي حضرتك. هو اللي عندنا مجنون برضو اللي اسمه رمزي اللي هناك ده يعتبر مجنون حضرتك ومحتاج علاج، بس هو بصراحه يعني هو اللي بيكهرب الناس حضرتك. هو اللي بيكهرب الناس. زي هو اللي بيكهرب الناس. حضرتك يعني تقدر تعالجه يعني معانا؟ طبعا طبعا. اتفضل حضرتك. نسيت. تقلقش يا لا رمزي، هنعالجك هنعالجك يا لا. عايز اقول لك على حاجه. ارجع ارجع. ده هربان من المستشفى باين بتاعت المجانين. اسكت هو بيعالجك. اسكت. ماشي افتح بقك. ايه ده دكتور ده؟ افتح بقك. تحت لسانك. يا دكتور يا دكتور خيش خير، ايه اللي حصل يا دكتور؟ ده كهربته عالية عالية قوي. كهربته عالية؟ دولة عالية ايه دولة؟ انا بخاف من الحاجات العالية قوي يا دولة والنبي. دي حاجة غريبة غريبة جدا. خير يا دكتور؟ طب نقدر نعمل ايه؟ اوديه السد العالي مثلا؟ على فكرة انا ممكن وانا نايم بالليل اعمل قفلة فولع في البازار كله.
الولد ده عنده حق، ممكن يولع في الدنيا، يشعلل الدنيا. لازم نفرغ الشحنة اللي في دماغه. ازاي حضرتك؟ ازاي؟ اقول لك ازاي. الولد ممكن تستفيد منه، تشغله. اشغله ايه حضرتك؟ ده حمار. مش فاهمني. انا اقصد تفرغ الشحنة اللي في دماغه. حضرتك دماغه اساسا فاضية ما فيهاش حاجة. اقصد ده اكتشاف. الولد ده اكتشاف، اختراع عظيم، ممكن يجيبك فلوس، فلوس كتيرة لو شغلته كمولد. مولد ايه ومرضعة ايه حضرتك بتقول عليها؟ انت مش فاهمني. انت ممكن تخليه يشتغل شاحن، شاحن لأي حاجة. ايه ده معقولة؟ يعني رمزي ممكن يجيب لي فلوس يكسبني أخيرا؟ متأكد يا دكتور؟ يا سلام يا حبيبي يا رمزي. يا حبيبي يا دولا، يا حبيبي يا دولا. سيداتي أنساتي، أهلا بكم مرة تانية في برنامجكم المفضل غرائب البني آدمين. معانا مكتشف الحالة أستاذ عادل. أستاذ عادل، يا ترى حضرتك إزاي اكتشفت إني أستاذ رمزي؟ دم الكهرباء. حضرتك يعني أنا صراحة اكتشفت شوية اكتشافات. أول حاجة بالنسبة لإن هو بني آدم، يعني حضرتك إحنا من وهو صغير ما كناش بنتعامل معاه إن هو بني آدم، لغاية أما كبر شوية ابتدى يظهر له إيدين ورجلين، فقلنا إيه ده، بني آدم ولا إيه؟ فلقينا إن هو شبه بني آدم يعني، ده أول اكتشاف. وده عن الاكتشاف الأول. طب ازاي حضرتك اكتشفت انه بني ادم الكهرب؟ حضرتك انت بتغلاي ولا ايه؟ حضرتك يعني هو انا لاحظت عده ملحوظات. يعني زي ايه؟ يعني اول حاجه لقيته مثلا اما بيلاقي تلفزيون بيطبطب عليه، بيلاقي مثلا راديو يعني مثلا بيحضنه بتاع، بيلاقي مايكرويف بيبوسه، وبعدين اما كان بيبقى ماشي معايا في الشارع اول ما يلاقي عمود نور بياخده بالحضن. جميل قوي يا استاذ عادل. طب يا ترى يا استاذ عادل ايه ملاحظات تاني عن استاذ رمزي؟ صراحه يعني انا بلاحظ ان هو حنين، لان بجد اما بيلاقي سلك عريان مثلا وهو ماشي في الشارع بيصعب عليه جدا وبيقعد يعيط وما بينامش غير لو غطى السلك ده. استاذ رمزي. مين ايه انت يا غبي؟ انت استاذ رمزي؟ استاذ رمزي، يا ترى الكهرباء مسكت فيك وانت صغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراحه ما حدش مسك فيا وانا صغير غير الداده اللي ولدتني. داده ولدتك؟ ولدتك ايه؟ في مدرسه اسمها الدايه. الدايه حضرتك يقصد يعني؟ ستوب، انا اسف جدا يا جماعه، شحن الكاميرا خلص. طب وستوب ليه حضرتك؟ هنعمل بريك نشحن الكاميرا وبعدين نكمل. لا لا، من غير بريك ولا حاجه، هات لي الشاحن حضرتك. متاكد حضرتك؟ عيب عيب. اتفضل اهو. اتفضل اتفضل. رمزي. نعم يا دوله. خد يا رمزي. نعم. خد اشحن لي البطاريه دي. عينيا يا دولا. شحن سريع بقى. ها سريع يا دولا. حاضر. خلاص يا دولا شحن. شحن. شوف حضرتك بطاريتك كده. فعلا ده فل. اشكرك جدا يا استاذ عادل، انت عندك اختراع هايل. ايوه حضرتك، وانت عندك 50 جنيه ليا حضرتك تمن الشحن. 50 جنيه مش كتير يا استاذ عادل. لا حضرتك مش كتير، ومش انا اللي بقول 50 جنيه. اتفضل لف يا رمزي. اهو ادي العداد اهو، 50 جنيه لف كده غير الزباله. يا دولا يا دولا، انت ايه عم انت هتفضل قعدتك كده هو؟ يا دولا انت فكر ايه يا عم؟ تمثال ابو الرعد. رعد؟ انت مش رعد بس يا رمزي، انت دلوقتي بقيت رعد وبقيت برق. انت بالظبط يا ابني كانك بير كهربا وضرب عندي نوف في البازار. دولا انا عطشانه، دولا عطشان. ميه ميه. لا ولا 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 ولا، انت اتجننت يالا؟ ميه اللي تشربها وانت معاك كميه الكهربا دي كلها؟ انت عايز تضرب يالا؟ لا ما ينفعش تشرب بقى خالص. الو. ايوه ايوه حضرتك، انا عادل سعيد وكيل رمزي رجل الكهرباء. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك من قناه فضائيه يعني؟ لا معلش احنا ما بنعملش حوارات خالص. ماشي ممكن نعمل حوار بس بنطلب مبلغ كبير، يعني مش هنطلب اقل من 30,000 جنيه. موافق؟ طب حضرتك هتبعت لي 15,000 جنيه عربون على القهوه وتبعت لي معاه العقد بالمره. ماشي ماشي، مع السلامه مع السلامه.
يا دولة على طيبتك يا دولة، يا دولة دي كانت فرصتنا في ايدينا يا دولة، نقل ودراعه كنت تطلب بدل ال 30,000 دولار 5,000. اكتر من بص يا رمزي، انا هديك ال 5,000 كلهم يا عم ماشي، عشان انت بقى ايه تتولى صيانتك بنفسك. ربنا يخليك يا دولة. بقول لك يا دولة، خلي انت يا عم الحاجات دي معاك علشان بقى في الصيانه والامانات دي، علشان انا مش اسكت، مش انا امبارح الكابل الارضي بتاعي ضرب فقام وقف لي بقى الجنب اليمين ده كله. اللي انت بتشاور عليه ده جنب الشمال يا اهبل يا اهبل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت في حاجه فصلتها من عندك ولا ايه؟ انا شلت المشوك اللي في المراخير. خلاص حطه في الودن، حطه في الودن وقرب يشحن. ماشي يا دولا، شكرا دولا. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. حضرتك الاستاذ عادل وكيل رمزي رجل الكهرباء؟ انا عادل وكيل رمزي. حضرتك من انا وقناه مال؟ قناه ايه يا فندم؟ معاك سامي شقلباص وكيل اكبر سيرك متجول في جمصة. وكيل السيرك؟ طب وحضرتك جاي تشقلب هنا ولا ايه؟ لا يا فندم، اتشقلب ايه، ده انا لسه حتى مخلص نمره القرد قبل ما اجي هنا على طول. وحضرتك اما دام يعني مش جاي تشقلب ولسه مخلص القرد، عايزين رمزي في ايه يجي مكان القرد؟ لا لا لا، رمزي بطل. لا احنا عايزينه في نمره تانية خالص. حضرتك الاستاذ رمزي يعتبر ثروه قوميه، ما ينفعش يشتغل في السيرك اساسا. ليه يا عم بقى ليه دول؟ بص انا عايز يا عم اعمل نمره مروج الاسود. الاسود يا كلوك يا هبل، انت عمرك شفت اسد؟ لا يا ادم، انت بتشوفه كل يوم يا هبل. ماشي اغلط اغلط فيه، خليه يشيل لك 3-4 حلقات. يا سلام يا سلام استاذ عادل، احنا عايزين الاستاذ رمزي يطلع على خشبه المسرح قدام الجمهور وهو لابس مايو احمر. هاي هتبقى رقصه في الكهرباء على رمزي. الله يا دولا الله يا دولا. قصد ايه يا استاذ عادل؟ احنا هنقدم بيه نمره جديده خالص اسمها تكنولوجيا السيرك. الاستاذ رمزي هيطلع على خشبه المسرح ونحط على راسه وعلى رجله وعلى كتفه مجموعه كبيره من اللمبات، ويقعد على المسرح ويقول على كتفها ينور، على رجلها ينور، على صدرها ينور، هلي هبه هلي هبه. التكنولوجيا الحلوه دي قوي قوي دي. ده انا اللي هنور من كتر الفلوس اللي يمني يا استاذ، اللي يمني على العربون والعقد. تحت امرك يا استاذ عادل، اتفضل. دول 5,000 جنيه من اصل 30,000 جنيه في الشهر، وده العقد يا فندم. بس معلش يعني هو مش هينفع يشتغل معاك طول اليوم، لان انت زي ما انت شايف كده بيشحن طول الوقت يعني. ولا يهمك يا استاذ عادل ولا يهمك، احنا ناخده منك 3 ساعات بس في اليوم. اوكي اوكي. سلام يا استاذ عادل. مع السلامة. الف سلامة. الف سلامة. سيبوا يلا سيبوا يلا سيبوا يلا. ايه ده الراجل ده يا دولا؟ ده غريب قوي، من انهي قناه ده؟ ده من قناه. السلام عليكم. تعالوا تعالوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالوا جايب لكم هدايا بقى جامده جدا. خد يا ماما ده انت وسناء. يا حبيبي. خد يا حمادي ده انت ورانيا. يا نجلاء. وده ليك انت بقى يا ياسمين. ايه ده يا ابي، معقوله عملت شوبينج كل ده؟ امال ايه، عملت شوبينج جامد جدا. البركه بقى في رمزي والاكتشاف العبقري بتاع رمزي. لا يا عادل، بس ده كتير كتير قوي يا حبيبي. والله يا ماما ما كتير ولا حاجه، ده على فكره ده جزء من الفلوس بتاعت العربون بس. تخيلي يا سلوم، يعني انت عايز تقنعني ان رمزي بالكهرباء اللي فيه جابت الفلوس دي كلها؟ حماتي رمزي دلوقتي اصبح مثال للطاقه الكهربائيه في جمهوريه مصر العربيه. لعلمك دلوقتي ممكن يشحن اي حاجه، ده بيأجروه بالساعه. يا بختك يا عادل يا بختك يا عادل يا بختك يا عادل. اسمع بقى، زي ما هو قريبك هو قريبنا، وزي ما انت ليك فيه اهلا لينا فيه. لا ايه اللي ليك فيه؟ لا طبعا، الكلام اللي انت بتقوليه ده حماتي. لا انا مش موافق، رمزي ده قريب انا، وانا اللي استحملته الفتره دي كلها. يا ما كسر عندي في البازار، ويا ما تماثيل اتبهدلت، ويا ما زباين طفشت، جايين في النهايه عايزين تاخدوا مني رمز على الجهاز. لا اللي هيقرب من رمز هقتله. سامعين بقول ايه؟ هقتله. بس يا جماعه بس يا جماعه، ما تخلوش الكهرباء تعمل قفله بينكم بس بقى. بابا انا عندي فكره. عايزه ايه؟ عندك فكره انت كمان يا ياسمين؟ ايه رايك نشوف عمو رمزي بيطلع كام كهربا ونقسمها علينا كلنا؟ بيطلع كام كهربا؟ والله دي فكرة، بس النسبة هتختلف. يعني أنا مثلا هاخد 90% من نسبة الكهربا. يا لولا. لا طبعا. انت بكتير هتاخد 2%، وانت
100% خلاص خلاص انا بقول لكم كده اهو، لان السبب بسيط جدا ان انا احق واحد فيكم الرمز. وبعدين الفكره دي انت جبتيها منين يا بنت ياسمين؟ من كتاب الفاسيه. الفاسيه ده الكتاب ده اللي كان في الحمام. يلا اللي بعده. استاذ عادل احنا عايزين رمز يوم الخميس عشان نورنا فرح في المطريه. فرح في المطريه حضرتك عربون 1500 جنيه. اتفضل 1500. شكرا. اللي بعده. في ماتش كوره مهم جدا في مركز شباب التبين وعايزين. معروف طبعا عايزين رمزي عشان ننور لكم الاستاد. تمام. هات 700 جنيه التبين. ايه يا رمزي في ايه يا ده؟ الحانة دولة. في ايه؟ الحانة مش حاسس ان انا فصلت. رمزي رمزي ولا ايه ده؟ ده فصل شحن خالص. رمزي معلش يا جماعه تعالوا بكره اما نشحنه باذن الله. يا دكتور كفري ايه الاخبار؟ مفيش امل ان الواد رمزي ده يرجع يكهرب تاني؟ ما اعتقدش ده فاصل كهربا خالص. يا نهار ابيض فاصل كهربا. طب ما فيش اي حل مثلا نعمل له وصله ارضي، نعمل نغير له سلك، نغير له شرايين؟ ده انا واخد عربين من ناس كتير قوي يا دكتور. ما فيش امل، دي حاله نادره خالص بتحصل بين مليار بني ادم كل مليون سنه، وزي ما بتظهر فجاه بتختفي فجاه. دي مش فجاه، دي فجعه يا دكتور، فجعه. السلام عليكم. ماشي يا دكتور ماشي ماشي. يخرب بيتك هتفضل مقضيها. ايه اللي احنا سمعناه ده؟ يعني ايه رمزي قاطع شحن؟ لا ده انا دافع عربون. ايه ده بس يا عم شقلباص؟ بلا شقلباص بلا هباب، بلا شقلباص بلا هباب، ده انا سالبخ المحل ده على دماغكم من فوق. ايوه حضرتك يعني معلش ده حاجه غصب عننا، هو فصل لكن ان شاء الله هيرجع تاني يعني حضرتك. اصبر عليا. هجوم فلوسنا هتروح. استنوا بس يا جماعه، يا جماعه اسمعوني افهموني بس، الراجل فاصل شحن وهو اساسا واطي، هنوصله كابل ضغط عالي هيبقى زي الفل ان شاء الله. تعالوا بس ايديكم معايا وكله هيبقى تمام. ماشي. تعالى 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 يلا معايا هنا معايا هنا يلا. ارفع 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 ارفع. ليه بس يا مامي؟ ليه بس ايه؟ انت اتجننتي في مخك ولا ايه؟ ايه درس الساعه 12 اللي عايزه تروحيه؟ ما هي حفله كليه الاداب بقى. لو سمحتي خليكي في حالك. نفسي اخليني في حالي بس مش عارفه، كل ما اجي اركز في الكراسات المقرفه دي عشان اخلصها الاقي حد بينط لي في الحته اللي انا قاعده فيها، بتشتت مش عارفه اركز. مثل ايه مش عارفه اركز؟ بتروحي تركزي يا اختي في اوضتك. ما تروحوا انتوا تقعدوا في اوضكم، اتهدوا بقى في اوضكم. انا كل طالباه من ربنا مش كتير، 3 ساعات بس، حفله من 6 لـ 9 وبعدين روحوا انتوا الحقوا حفله 12. بمناسبه حفلات السينما انا نفسي اخرج جدا. عاد بقى زمانه جاي اهو. هو مش هيخرجنا مش النهارده الخميس برضه ولا ايه؟ انا مستنيه اليوم ده بفارغ الصبر لما نشوف بقى البي حجته ايه النهارده. مفيش حجج. لا هنخرج يعني هنخرج. اتفضلي يا هاني. لو سمحت انا ما بحبش حد يكلمني بالاسلوب ده. يا سلام انت هتشترطي كمان يا هانم ولا ايه؟ وبعدين بعد كده قولي كلام له معنى. لو سمحت انا ارفض. انت خلاص لو سمحت ايه؟ ما انت رفضتي يا هانم، يعني ايه بعد كده تقولي لي لو سمحت؟ احترمي نفسك. بنت يا نجلاء اطفي التلفزيون اطفي التلفزيون خلينا نسمع. هو اللب فين يا مامي؟ في المطبخ. واخواتي معاكي في الشرق والفلو السوداني. طيب بس خليهم مش كتر لحد بقى. ماما ماما تعالي احسن يفوت الكتير. تعال مالكو مالكو في ايه؟ ما بتستعدوا بالله يا اولاد. لا ايه بنتك عملت ايه في ابني؟ ايه واحنا لسه عرفنا عملت ايه في ابني، مش يمكن هو اللي يكون مزعلها. هي بنتك محتاجه حد يزعلها، ده طول النهار بوزها شبرين مخليه البيت غم. لا يا ماما لا ما تقوليش كده على بنتي، انتوا اللي بتستفزوها وبتطلعوا المود السلبي بتاعها. هو ايه اللي حصل؟ هو بنتابع الاحداث. هم بادئين بقالهم كتير. تحب احكي لهم عملت ايه يا بيه؟ تحب اقول لهم على اخلاقك المنحرفه؟ انا اخلاقي المنحرفه ولا انت افكارك هي المنحرفه؟ طب اشهدوا بقى ما بيننا. من هنا بقى بدات الاحداث تسخن وتصعد. النهارده على غير عادتي حبيت انزل اعمل شوبينج، فقلت اعدي على الاستاذ عادل في البازار، ويا ريتني ما كنت عديت. هاي عدولة يا حياتي. رانيا ازيك؟ اخبارك انت؟ ايه اللي جاب يعني جيتي ليه في يعني وقت؟ هتشربي ايه ولا هتروحي ولا ايه؟ في ايه؟ ما
مالك مرتبك كده ليه؟ لا ده مرتبك، لا انا ده شكل واحد مرتبك، لا انا مش مرتبك، ده مرتبك خالص. لا 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 خالص. طب ما تيجي نروح نشرب حاجه مثلا، ولا نخرج مثلا وارجع انا وانت تتوهي، ولا ايه؟ ده يعني قصدي تروحي تركبي مراجيح، اديكي فلوس، تروحي مول مثلا تشتري مراجيح، ولا ايه؟ يا عادل في ايه يا عادل؟ انت كده بتثير ثوره الشك بداخلي، انا حاسه كده والعياذ بالله ان انت مش عايز نقعد معاك في المكان، ولا في ايه بالظبط؟ لا 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 انا مش عايزك تقعدي في المكان، ما انت دخلت جوه المكان اهو وقعدتي وكل حاجه. يعني يا رانيا تعالي تعالي، مش هو يا رانيا ممكن يكون موعد واحده ست ينون في البازار ومش قايل لها ان هو متجوزك؟ ولا انت عرفت الكلام ده منين؟ انت ابوك كان بيعمل كده مع عمك ولا ايه؟ يوه كتير يا دولة، بس في فتره عرفوانه لما كان معاه فلوس ما كانش بيهمه زي حالتك كده يا دولة. في ايه يا عادل؟ ده يعني ايه؟ لا ما بداريش حاجه، ده هو الواد ده اصله واد غبي، يعني عنده انفصام ما بين شخصيته وما بين مخه، الاثنين مش متعرفين على بعض، يعني مفيش حاجه. بونسوار. اهلا 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 اهلا. ايه ده؟ هو انا جيت في وقت غير مناسب ولا ايه؟ لا والله ده حضرتك تنوري في اي وقت. اتفضلي اتفضلي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عادل اتفضلي، انستينا ونورتينا وشرفتينا وزودتينا ونعمتينا. عادل على فكره انا حاسه ان انا ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. طبعا انت ولا حاجه جنبها. رمزي ادولا عايزك تقفل باب البازار وتنور اللمبه الحمراء. ما عندناش لمبه حمراء يا دولا. خلي الاشارجي ينور الاشاره الحمراء عشان ما حدش يعدي ويجرح مشاعرنا. يعني كده على حياه عيني. رمزي يا دولا وصل الهانم للباب. يا دولا انا نفسي اتفرج بقى. ياض ما انا هحكي لك اللي هيفوتك ياض. يا عم بص، هي زي ما جت لوحدها تمشي لوحدها. يا عم سمعتي الاستاذ رمزي بيقول ايه؟ ليه عايزني امشي؟ ليه هتعملوا ايه؟ غلبان قوي قوي الوت دي والله العظيم. ما تعرفش ان كلهم بيحصل الحاجات دي. شفتوا الطعم الجديد بتاعي؟ لا انا مش مصدقه عيني، انا طعمي هي دي بقى الحريم الاصلي. انا بنهار 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 بنهار. ايوه غلطان. يا سلام، انا اقعد اقول بنهار 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 واغني وبتاع؟ اولا انا شاعر يا ماما، الكلام ده مش موزون، وواضح بقى ان خيالك هو اللي مريض ومصور لك الحكايه دي. انا اللي مريضه ولا انت اللي عينيك زيغه؟ انا عينيا زيغه؟ انا عمري يا ماما ما بصيت لاي حد بره خالص يعني، وبعدين انا ما اعملش كده في مكان اكل عيشي. يا سلام، يعني معنى كده ان انت هتعمله بره مكان اكل عيشك؟ ما تلغوشيش على كلامه واحترمي نفسك. بقولك ايه، ما تستعبطش عشان تداري على غلطتك. غلطتي انا ما غلطتش، انا ما غلطتش في اي حاجه يا اخوانا، انا غلطت. نجله تفتكري خانه وانا ما خانهاش؟ بس لو كنت شفتي الخناقه دي قبل كده ما تحرقهاليش، اسمي اتفرج عليها بتشوق. انا بقى يا اخوانا هحكي لكم على كل حاجه وبالتفصيل وانتوا اللي تحكموا. عارف يا رمزي انا نفسي اشوف مين دلوقتي؟ ابوك الله يرحمه. انت هتموت الراجل يا عم وهو عايش، ليه كده يا رمزي؟ ايه دولة؟ طب ما الرحمه بتجوز على المتوفي والميت يا عم. الله يرحمه ابوك، يا ريته جاب حمار على الاقل كان هيتركب ونستفيد منه. طب ما انا بشيل حاجات تقيله. نفسي اشوف رانيا، عارف ليه؟ علشان تهرش لك في ظهرك. بس يلا بقى، بس بقى، لا نفسي اشوفها واقعد اطول فتره معاها. عارف يا رمزي انا كان نفسي ان انا ابقى غني عشان استغنى عن الشغل وافضل طول الوقت عايش انا ورانيا، ابص في عينيها تبص في عينيا، امسك ايديها تمسك ايديا، ارقص معاها ترقص معايا. طب ما تتجوزها يا دولا.
ولا ابعد عني، ابعد ابعد ابعد. انا حاسس ان نص وش الشمال اللي من ناحيتك ده ابتدى ينمل. ليه كده يا ابني؟ بتفوقني من احلى حلم يقظ انا عايش فيه. ايه دولة بقى، انا مش بدلك يا عم وبريحك. انت مش بتدلني، انت بتذلني. لكن اللي يريحني فعلا اني فجاه الاقيها قدامي داخله عليا بتهفهف كده زي النسمه المهفهفه ساعه عصاري. دنيا شمس تلاقي ايه شجره. هاي عادل. ايه ده، انت رانيا بحق وحقيقي ولا ده جرافيك؟ لا يا بيبي انا رانيا. رانيا يا تخيلي، لسه كنت انا والغبي ده في سيرتك حالا. ميرسي يا دوله. ميرسي على ايه؟ ميرسي على ايه؟ تحبي تشربي ايه؟ اجيب لك كوكتيل؟ ابعت الجزمه ده يشتري لك كوكتيل مثلا، ولا اي حاجه ساعه، ولا اي حاجه سخنه زي ما تحبي. هو في ايه يا عادل؟ انا ليه حاسه ان انت مرتبك شويه؟ لا يا رانيا مش مرتبك، هو لما بيبقى جعان بيبقى كده. حبيبتي مرتبك ليه يعني؟ مفيش اي حاجه. ما تيجي بينا نمشي بسرعه قبل ما يجي اي زبون يدخل لنا البازار. عادل انا عندي احساس قوي ان انت بتحاول تخبي عني حاجه. حبيبتي انا اخبي عليك انت اي حاجه؟ معقوله؟ دوله ما تنساش الزبونه اللي كلمتنا امبارح بخصوص البضاعه جايه دلوقتي. مش مهم الزبونه ومش مهم البضاعه، المهم الحب. انا عايز اعرف انت ليه بتحاول تخليني امشي من المكان ده يا حبيبتي؟ عشان انا وانتي نستغل الوقت ده ونقعد في مكان هادي عند سفح الجبل على ضي القمر. لا يا دوله لا، بص بقول لك ايه، الزبونه دي اللي جايه معاها رزق يا عم، والرزق دون ممكن انت تاخده وتروح تسهر بيه في حته اشك شويه من سفح الجبل ده بدل ما تتمسكوا. متمسك ايه يا غبي؟ ده انا معايا مراتي وانا معايا ولا 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 ما تبوظ اي احلام بتحصل لي. بعد اذنك اتكل على الله. رانيا حبيبتي يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا مدام انشراح، اتفضلي. نورتي يا مدام انشراح. حضرتك يعني دي هديه بسيطه، ولاعه على شكل توت توت. شكرا. انا ما بستخدمش ولاعات في توليع البوتاجاز، انا بحب استخدم الكبريت بعد الاشعال الذاتي ما باظ. مين البوتاجاز دي يا عادل؟ زي ما سمعت يا حبيبتي دي مدام انشراح اللي حظها وحش مع البوتاجازات. يا سلام، طب ما اجيب مايكروويف او حتى يعني توستر، ايه الاستهبال ده؟ رانيا يا حبيبتي معلش انا اسف، بس دي زبونه يعني. نعم يعني زبونه دي اهم مني؟ مدام انشراح تحبي اروح اجيب لك شندوتش كشري؟ شكلك كده هفتانه. شكرا انا ما باكلش برا البيت. رمزي روح هات لها حاجه ساعه. الله الله الله، ايه الاهتمام ده كله؟ حبيبتي ما انا عرضت عليك ان احنا نروح نشرب حاجه ساعه بره، انت ما رضيتيش. بس انت ما لحقتش. لعلمك بقى انا جوايا بيقول ان انت عايز تسربني من المكان ده عشان تاخد راحتك مع الصيعه الضيعه الفلتانه بتاعتك دي. مدام ما يصحش اللي حضرتك بتقوليه ده. يعني ايه ما يصحش؟ يصح تقول اللي هي عايزاه. هي المدام صاحبه المحل؟ لا بس دي حبيبتي. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه يا خاين يا غشاش يا متهور؟ انا ماشيه. رانيا ما تسيبنيش لوحدي. انا ماشيه. رانيا طب رمزي وصلها بسرعه. وكمان بتطردني وبتسرب الجزمه ده عشان يخلالك الجو مع الهانم؟ لا دي اهانه وانا ما اقبلهاش. وبعدين يعني ايه سرب البتاع ده عشان يخلاله الجو؟ امال مين اللي هيشيل البضاعه؟ لا بقى دي اهانه بقى، ما اسمح لهاش. انا كمان بقول لك يا دولا انا ما ينفعش اعمل حاجتين في نفس الوقت يا عم، ما انا يشيل البضاعه يوصل رانيا، وانت فاكرني ايه هرقله؟ انا ماشيه. رانيا ما تسيبنيش يا رانيا. ايه اللي بيحصل ده؟ انا بنهار انا بنهار 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 بنهار. يا سلام، دي رقصاتك المريضة لكن مش الحقيقة المفعمة. مفعمة ايه ورقصاتي المريضة ايه؟ انتوا اي كلام بتقوليه وخلاص ولا ايه؟ هو ده اللي حصل يا هانم. ايوه كده الموضوع بقى فيه سسبنس. تفتكر البطل هيموت؟ بطل ايه؟ وايوه ماما الناس دول قاطعين تذاكر ولا بيتفرجوا ببلاش ولا ايه؟ يا سلام، هو انتوا بتتفرجوا على تلفزيون؟ يا ماما بنوفر كهربا. انا كل ما بشوف عادل ورانيا بحس ان مستوى المسلسلات بقى وحش جدا. يا جماعه مش معقول الموضوع ده، اكيد تافه واكيد كمان في سوء تفاهم. ايه ده؟ استنوا بس نشوف مين اللي جاي. دول حبيبي. اهو رمز تعالى اهو. السلام عليكم. اهو رمز اهو حضر معانا الحكايه، وهو بقى اللي هيحكي لكم على اللي حصل بالتفصيل. كويس قوي ان البيه جه،
صحيح انا عارفه ومتاكده انه شريك معاك في الجريمه، لكن انا عارفه برضو ان هو مش ممكن يكذب لانه اصلا عنده قصور ذهني. ميرسي يا رانيا. ميرسي. هي بتشكر فيك. اقول لهم بقى يا رمزي، مش انت كنت موجود ساعه المشكله اللي حصلت؟ طبعا يا دوله، بشحمي ولحمي. اه حبيبي اتفضل احكي. يلا يلا احكي، اذا كنت اصلا هتعرف تنطق. لا لا لا، ده انا حدوته يا جماعه. بصوا بقى يا جماعه، انا كنت قاعد في البازار، لا بيا ولا عليا، لقيت والعياذ بالله حاجه غريبه بتحصل. مش هتكلم معاك بص، انا خلي الكبير هو اللي يرد عليك بقى. بص يا كبير. يا معلم رمزي، فيها فتله، فيها حته، فيها يا جماعه. دلوقتي في مشكله بيني وبين الواد ده، وانت لازم تحلها لنا لا مؤاخذه. ايه يا جماعه، انتوا كل يوم مشاكل يا جماعه، في ايه انتوا كل يوم؟ وبعدين تقوموا جايبين لي علشان انا بقى اصطفي لكم المشكله دي. معلش يا معلم رمزي، معلش يا ابو قلب كبير. قول يا سيدي. بص بقى يا معلم، دلوقتي انا والواد ده متفقين اتفاق ان احنا انا كل يوم اجيب له طبق كشري سوبر سوفليكس لوز على ورد من عند معلمي، وهو يجيب لي 3 كوبايات شاي من عند معلمه. انتوا رجعتوا بقى كده للعصر القديم اللي هو التبادل بالمعايده. قفلت المحل والشارع بقى فاضي من غيرها دلوقتي. ضحكتني والله يا دي، يا غبي منك ليه يا غبي. المعايده دي يعني تدي له الحاجه ويقوم هو رددها لك تاني وتقول له هاتها. هقعد اشرح في 2 ما بيفهموش اصلا. المشكله يا معلم ان انا جبت له طبق الكشري وهو قال ايه، جاي يتمشكحلي ويتبغددلي وجايب لي كوبايتين شاي. مشكحلك ايه يالا بتاع الف ليله وليله؟ الشاي غلى يا عم رمزي، الشاي غلى. دلوقتي جبنا شاي جديد اكسترا، الكوبايتين بتمن 3. اعمل انا ايه دلوقتي بقى؟ ايه يا فتله في ايه يا عم؟ لا وانت بتدفع حاجه من جيبك؟ ما كله على قفل المعلم بتاعك يا ابني. طب والحل بقى يا ابو قلب كبير؟ انا هحلها لكم يا سيدي، مش عايزكم تقعدوا تتشكلوا تاني علشان انا فاضي وما عنديش شغل بقى. خد ادي تمثالين، ده تمثال ب20 جنيه، خده يا عم هون، وده تمثال ب20 جنيه، خده وبيعوه، وهات لي بقى كوبايه شاي وطبق كشري حلو كده خلاص، واضربوا الباقي في جيبكم. لا رمز انا مش عاوز التمثال ده. عايز ايه؟ انا عايز طبله بس كده. جيت في جمل، خد يا سيدي طبله اهو، وخد التمثال دي كمان. خد انت كده عايز سحلب بقى يا معلم. فهمتني يا ولا؟ يلا صباح الفل يا عم الكل. صباح الفل يا حته، مش عايز مشاكل بعد كده. خلاص يا معلم يلا اتفضل. كل شويه هنقعد ندوش الراجل معانا. اتفضل يا عم الف ليله وليله. السحلب والكشري والف حمد وشكر ليك يا رب. المشكله اتحلت على ايدي وكأن شيئا لم يكن. ايه ده يا نجلاء، انت قلبتش ولا ايه؟ لا الريموت مش معايا. لا ده ريموته معايا انا. انت ايه اللي جواك يا؟ انا مفيش جوايا من ناحيتك اي حاجه يا دوله. ولا من ناحيه نفسك يا ابني. انت عمرك يا رمزي قابلت حد اغبى منك؟ يوه كتير يا دوله، ده انا كل اللي حواليا اغبياء، ناقصهم ديل ويبقوا جمال. على اساس ان الجمال بيمشي بديل يعني. ولا دول يالا بيضحكوا عليك يا اهبل. يا دوله ما بيضحكوش عليا يا عم، ما انا قايل لك يا عم انا خدت كوبايه شاي وطبق كشري قد كده هو. يا دوله يا بيسرقوك يا بيسرقوك يا عم. هتقول لي بيسرقوك يا دوله يا عم؟ ما تقلقش، ده زكر انا بشتري منهم التماثيل دي تاني يا عم من الفلوس اللي انت بتسيبها لي في البازار وبسعر اغلى. يا دوله شو اللي بيسرقوك ده؟ انت نبغى يالا. انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، علاقه المشكله اللي انت بتتكلم فيها دي بالمشكله اللي بيني وبين عادل؟ ايه ده، هو في بينكم مشكله كفالة الشر ولا ايه؟ يا سلام. تخيل. ايه ده، لا يا جماعه، ده انتوا لازم تقول لي بقى البازار اظبطكم باحلى تمثالين يا جماعه. بس على شرط بقى تشتريهم مننا اغلى ما هتديهم لنا. ها ده اساس يا دول طبعا، ولا انت علشان ابن عمي هتضحك عليا يعني؟ رمزي. نعم يا دول. بره. ايه تقول يا دول؟ بره. ايه ده؟ لا يا دول بره، انت بره، مش عايز اشوف خلقتك. لا يا دول بره، ولا في البازار. انا عايز اعرف دلوقتي بقى الحقيقه هتبان ازاي. حقيقه ايه يا بنتي؟ يا ابني خد مراتك وخش جوه كملوا كلامكم وما تحكمش حد بينكم. يا خساره، هيسيبوا النهايه الخيال المتفرج. لا بقى، انا ما بحبش النهايات المفتوحه. عادل رانيا بقول لكم ايه، انت تاخد مراتك وتروحوا حته فيري رومانتك وتتصفوا بقى هناك وتصالحوا بعض. والله ده شيطان شيطان. لو انا اخدها ونروح نقعد في حته، لا دي حاجه تغم. بص يا كابتن الزم حدودك، انا بقول لك اهو، انا اصلا مش عايزه اتكلم معاك، انا داخله اوضتي بكرامتي. اقعد. عادل روح صالحها، مراتك وبتحبك وبتغير عليك. يلا يا ماما، انت مش شايفه بتقعد تتكلم معايا؟ يلا يا عادل. يا ماما بصي حضرتك، يلا يعني يا عادل. حاضر. خلاص كله تمام، اقتنعوا وهيسيبونا بقى نخرج لوحدينا. يا سلام، ده مامي نفسها قالت لنا اخرجوا، بس تفتكر دخلت على الباقيين؟ يا ماما دي دخلت وخرجت وقطعت الشبكه كمان. انا سعيده قوي يا عادل. وانا سعيد جدا.
بس اللي ملخص حياتي الواد اللي اسمه رمزي ده، انا بفكر ابلغ عليه. لا 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 لا، سيبه يعيش بشكل تعسفي. هو صراحه يعني شتت الاذهان، صراحه كانت الضربه القاضيه. انت عارف انا متاكده دلوقتي ان هم هيدخلوا يناموا بعد كل اللي قالوا ده. بس النوم بتاعهم هيبقى نوم متقلب. تحب نروح فين؟ ابقى يعني بفكر ان احنا نروح يعني سفح الجبل. سفح الجبل جميل. ايه رايك نروح كافيتيريا اللي احنا بنقعد فيها؟ اكيد هم ما يعرفوهاش. اوكي. ايه رايك؟ يجنن يجنن يا عادل يجنن. انت عارف احلى حاجه في المكان ده ايه؟ انه يتميز بطراز اسباني رفيع. ما تكرهنيش في المكان بقى، مش كل شويه تقعد تقول حاجه. جرسون. مساء الخير يا فندم، في حجز حضرتك؟ شايفه بالحجز طبعا يا حبيبي، ما هو ده النظام الفرنساوي لاداره الريستورانز. بس بقى بس بقى ما تكرهناش في فرنسا. حضرتك طبعا في حجز باسم عادل سعيد. استاذ عادل سعيد؟ استاذ عادل؟ لا والله يا فندم ما عنديش حجز بالاسم ده. ازاي؟ انا في حد كده هو بعت له اسمه رمزي، قلت له يحجز لي يعني. لا يا فندم مفيش، لكن في عندي حجز 7 افراد ما اتاخر على ميعادهم ساعه. اتفضل حضرتك. نقعد مكانهم؟ اتفضل. شاكرين قوي. كويس الحمد لله. بس الترابيزه محجوزه وقلبين الكراسي تجنن. انا مبسوطه قوي يا عادل سعيده بجد، احنا اول مره من مده طويله قوي نبقى لوحدينا. ليكي عليا يا ستي، كل يوم خميس اخترع حاجه جديده عشان ما اخليهمش هم ييجوا معانا ونخرج لوحدينا. انت عارف يا بيبي احلى حاجه في المكان ان هو يتميز بالشعريه والرومانسيه والهدوء. ايه يا عم، هم سناء هم 15 جنيه بس، لما كنا خدنا توك توك احسن. الله. ولا يا ياسر يا جرسون. ياسر انا اسف. صباح الفل. ازي حضرتك؟ فين الحجز؟ حضرتك جاي متاخر ساعه بحالها يا فندم، فاضطريت ان احجز المكان لحد تاني. يعني ايه ساعه وحجز واضطريت انا حاجز؟ يعني نون براحتي بفلوس. يا حيوان يا حيوان. دولة دولة هو ده اللي هيدفع الحساب. امورني يا دولة. انا مش قلت لك احجز لي ترابيزه النفرين يعني؟ ايوه دوله، يعني انت دلوقتي قاعد في الشارع يعني وفي عربيات؟ ما ترابيزه ايه يا عم، كبيره كمان يعني. كمان لا مضى حجز لي ترابيزه كبيره ليه؟ ما انا جيت سالت ما لقيتش حجز باسمي. في مفاجاه دوله يا دوله. اصبر يا حاجه. فضل يا حاجه، خدت مرانيا. ازيك يا عادل؟ ازيك يا حبيبي؟ عادل 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 طيب. مدام كله هنا بقى يعني، امال فين ياسمين؟ ياسمين في الدرس واحنا مروحين هناخدها معانا ونروحها. راحت للاستاذ وائل برضو. ماشي ماشي. اشكرني بقى يا دوله بقى. اشكرك، ده انا هشكرك شكرانيه. الشعب افتقر والمهنة لمت، الواحد يروح يشتغل مهندس كمبيوتر احسن. اهرابي اهرابي، بتسرق بين العصايا المرصعة بالزلط الكريم. على فكرة يا حاج، انا هسيبك علشان نعمل احترام للشعرتين البيض اللي عندك دول. دول شعرتين بيض؟ دول شعرتين؟ انت ما بتعرفش تعد؟ دول شعرتين بيض يا دوقة. عايز ايه؟ بقول لك ايه، ما تخلينيش اخرج عن اداب المهنة وازعل مني الهجمين. لو زعل هجمين ليه يعني؟ وانا لو ما سبتكش هتعمل لي ايه يعني؟ بقول لك نزل ايدك لو سمحت يا حاج. مين اللي نزل ايدي؟ انت نزلت ايدي؟ خلاص خليها ولا يهمك. وانت لا ما رضنيش انت تزعل الهجمين. انا بقى اتصرف من غير ما تزعل حد. شيل ايدي العصايه. اهي ادي العصايه. ايه حاج؟ ايه تعال. ايه حرامي حرامي. واسمك الكريم ايه بقى؟ حفيدك الصغير رستم. رستم؟ رستم؟ في حرامي اسمه رستم؟ انت مش شايف يعني ان ده اسم غريب على حرامي؟ والله يا جدي اللي قدامك ده من سلالة العيلة المالكة، بس للأسف بعد ما أمموا نصيبنا في الأراضي ومحلق القطن وقناة السويس. قناة السويس؟ هم أمنوها؟ أمنوها؟ يا نهار أسود، ده أنا ليا فيها فلوكة. فلوكة إيه والله؟ المهم الزمن دار بينا من أب الجد لغاية ما بقيت زي ما أنت شفتني وضربتني كده حرامي. ولا يهمك خالص، ولا يهمك، لأن بص حرامي ناجح احسن من كونستابل فاشل. المهم التوبه دي ملهاش معاد يا جدي،
يعني انا الصراحه كنت ناوي اطلع حج بعد العمليه دي على طول. حتى بص ادي الباسبور والفيزا بتاعت السعوديه. انا حطيت كل فلوسي في الباسبور والفيزا واشتريت شويه سبح وجلاليب وساعه فيها بوصله، بس قلت اعمل عمليه اخيره كده اكفي بيها مصاريف البيت يعني. اه ايه ده، والبير حرامي؟ البير حرامي؟ الحمد لله. وانت يعني كنت هسافر تحج بقى وخلاص؟ يا خلاص يا ده، انا هساعدك يا ضبه. ده بنت نويت ان هي بتتوب توبه وانا هساعدك بقى. ربنا يخليك يا جدي، ايدك ابوسها. لا استغفر الله العظيم، لا استغفر الله العظيم. هذا الباسبور؟ لا الباسبور ده خليه معايا عشان هساعدك يا ضبه، وليك عندي شغلانه. حاجه بقى ايه يعني؟ شغلانه زباله يعني. بجد يا ضبه. كده الاريال ده بقى ايه يظبط ويلقط بقى اول ما يجي التلفزيون، اوصل الاريال على طول ويلقط بقى من الدش بتاع ميرفت ويلقط بقى الفضائيه المغربيه ويبقى كله تمام. حرامي يا ماما. ايه ده؟ اتقبض عليه تاني. الفاشل هينجح امتى بقى؟ هيسرق امتى بقى؟ سمعتك يا عادل. سمعت خلاص. حرامي يا خلاص، عرفت ان انا حرامي مهدي بقى. الله لا لا لا، ولا اوعى توقع التلفزيون ده على الارض. عليه اقساط، خليك تدفع الاقساط قبل ما تسرقه. انا بقول لك اهو. يا لص يا زق الفجر. قلت لك يا عادل ركب حديد على شباك المطبخ، ما سمعتش كلامي. انا دخلت من الباب عادي يا حاجه، ما تكلفوش نفسك. يا سلام، هتعمل لي فيها يعني؟ خايف على فلوسنا؟ ده انا هفرجك. حرام يا عادل، بين فضلك اسف. حرامي سمفاتيك ورقه. ميرسي قوي يا فندم، ربنا يخليك. انتوا ايه هتقعدوا تسيروا مع الحرامي؟ بقول لكم ايه، كتفوه على ما اروح اجيب الواد رمزي واجيب شويه ناس كده اهو، نمسكوا نورين وعلقه قبل ما نسلموا البوليس. ما حدش يقول لي حرام. عادل يا حبيبي، ارجوك يا حبيبي، احنا مش في غابه، هو في بوليس وفي نيابه وفي محكمه استئناف. وفي محكمه الاسره اللي هوديكي ليها ان شاء الله. اسمعوا كلامي، كتفوه. ها ياسمين. نعم. عارفه القلم الجاف؟ عايزك بقى ما يكتفوه تقعدي تغزيه في بطنه. ها حرام. ممكن الريموت بس بعد اذن حضرتك. حرامي بست حرامي بست حرامي، فين الحرامي بست حرامي؟ ايوه جدو. ايوه فين هو الحرامي؟ اهو يا جدو هنا. فين؟ ايه ده كده هتفطسوا الحرامي؟ حرامي عليكم، حرامي عليكم. عشان ما يهربش يا جدو. يهرب وانا موجود؟ يهرب وانا موجود. طب ده انا بقرب سكر حرامي ويلا قوموا هرب عليكم. هيفلت منك يا جدو. مش هيفلش. قوموا هرب عليكم. ده فتس. انت فين يا عم؟ اوه حرامي، كنا جبت سيرت في حاجه. انا بسجلك. انا بكره هبيسك يا حرامي. اهم جد الله يبارك لك، الشغلانه اللي انت جايبها لي دي تعبتني قوي. حرامي انت حرامي وجاي تسرق بنت حفيدي عادل سعيد الحيوان. حرام عليك. يعني هو عمل لك سرق ايه ده؟ تلفزيون يا جدو، التلفزيون 17 بوصه. وبين الحيوان اللي مسكه؟ انا يا جدو، انا اللي مسكته لوحدي. هو انا اللي ساعدتها يا جدو. انت ما ساعدتيش، انا اللي مسكته لوحدي. يعني انتوا مسكتوه وانت ايه يا حرامي؟ يا جدو عادل نزل تحت علشان يجيب العصايه والعصبه والناس اللي دمها حامي علشان يلقنوا الحرامي دانسن لن ينساه ابدا. دانسن هيلقنوه دانسن. ومعايا وبهايا عيني يا حرامي. قوم تعالى لو وتلقنوه درس ليه وانا عدي عصايه فوق وعدي صبوره وهلقنه درس عشان بره كنت في المغرب وفي ومسكنا البوليس. يلا يا حرامي يلا. يا جماعه انا عايز اعمل لجوء سياسي لكوبا، ما حدش معاه تليفون. جيفارا مات، اخر خبر في راديوهات. يلا حرامي يلا. الله يرحمه. طب كاسترو؟ طيب كاسترو ده وقت كاسترو وجيري ده وقت كاسترو. تعالى حرامي، ترى هبهدله. مانديلا؟ طيب حدش معاه تليفون مانديلا؟ وانت جاي تنف انت حاسب مانديلا؟ حاسب معيش مانديلا. تعالى نف معايا. طب غاندي؟ طيب مناظير بوتو زوربا السوداني اي حاجه يا اخوان. خش يا حرامي كده خزلتني كده يا حرامي. يا جدو ده انت عليك احفاد ياكلوا الزلط. ده سناء دي ايديها تقيله قوي. سناء
السنه دي بقى انا هتقف منها. البنت دي على طول بتبوظ كل خططي، بتبوظ كل خططي. طيب كذباني دلوقتي قاعد بقى، قاعد بتفرج على التلفزيون، بتفرج على الفضائيه المغربيه الفضائيه. ما تتفاهم معاهم يدوك التلفزيون ده هديه وتخلينا نخلع احنا من المشوار ده وتتفرج على المغربيه دي براحتك. لا لا يا راسح، بص الحاجه اللي بتيجي بالسهل بتيجي بالسهل، والحاجه اللي بتيجي بالسهل لا ما بيبقالهاش طعم كده. طعم كده؟ طعم وانت هتاكله التلفزيون ده؟ ولا هو انت هتلابط معايا انا حرامي، وهتلابط معايا وحرامي. ولا بص انا هغير الخطه، انت عرفت الخطه الاولانيه؟ لا خلاص انا هغيرها. انا مش فاهم، انا مش فاهم انتوا ازاي تسيبوه؟ هو احنا يعني اللي هربناه؟ ما جدك قفشه من قفاه وطلع بيه على السطوح فوق بيعلمه الادب بيتضرب يا عادل. وفين بقيه العيله؟ فين بقيه العيله؟ دخلوا يناموا، اعتمدوا علينا يا عادل. اعتمدوا على حيطه مايله طبعا. احنا كان المفروض من الاول نبلغ البوليس. بوليس؟ ايه يلا ده؟ انت جايب لي حراميه يمسكوا الحراميه قد؟ ما هما بقى اللي هيفهموه بقى دول. انا قلت كده يعني. بص بقى دول، انا عندي راي في الموضوع ده. احنا بعد كده اي حد يمسك حرامي يقوم حبسه عنده في الاوضه ويتكفل هو بمصاريفه عشان ما نكلفش البوليس يا دوله بقى. يا سلام، انت صعبان عليك البوليس؟ يعني كده الحرامي هيبقى جاي له عقد عمل، يعني باب رزق بيتفتح له. بكده هنبقى استفدنا، لان احنا هنقدر نفرتر المجتمع من اللصوص، وكده هنعرف نعيش في المدينه الفاضله. صح يا رانيا. بص بقى يا دوله، انا هطلع لبابا سته علشان نفسي اشوف الحرامي ده بدل ما يموته يا دوله. نفسك تشوف الحرامي؟ اطلع له وبابا جده بقى يا سيدي، ده بقى ما بيفرقش، اكيد هيلوشك هيلوشك، اتكل على الله. في حاجه مريبه بتحصل. وبص بقى، واهم حاجه احنا هنخش، انت بقى هتروح على الشقه وعايزك تسرق الراديو بتاع العاب بيتي. ها بيتي، اسرق الراديو عشان ده بخف وزنه وعالي صوته يعني. وبص الخريطه، ودي الخريطه، هنا مصر وهنا هو لبنان عشان ده انتاج مشترك بين مصر ولبنان. وبعدين هنا هو امريكا، وهنا عند المطبخ، وهنا المطبخ، وانت داخل على المطبخ مالكش دعوه بالثلاجه، مش تقعد تفتح الثلاجه وتقعد تاكل بينها. لا انا بحب اتعشى قبل ما اتمسك. برافو عليك برافو عليك، انا احب الحرامي اللي يصرف على شغله. وهنا كمان السلام عليكم. كبسه. كبسه ايه يا عم؟ كبسه ايه؟ كبسه من مدرس. انت بتذنب، تعالى تعالى. السلام عليكم، هو حضرتك الحرامي؟ اه. الله، والله والله بص انا مبسوط قوي اني شفت حضرتك، والله من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي. وحضرتك اشتغلت مع الاستاذ توفيق الدين؟ اه والله، كان هو كان هيحصل تعاون يعني، بس ما حصلش نصيب يعني. انا رمزي. انا ارتحت لك قوي يا رمزي. ازيك يا رمزي؟ عامل ايه؟ وانا رمزي. نعم جدا. وانت بتحب الحرامية؟ موت موت، انا بحبهم وهم كمان بيحبوني. ده انا اتسرقت قبل كده مرتين، بيعشقوني الحرامية دي. بقول لك ايه يا رمزي، وانت تشتغل مع الحرامية؟ لا 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 خلاص لا يا عم، ما تعملش دوشه، خلاص بلاش، مش عايز بلاش. لا انا قصدي موافق موافق يا بابا ستو. انت مرتاح له ده يا عم جده ده ولا ايه؟ لا والله مش مرتاح له، بس هو حد يسندك برضو يا فاشل، يا اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل. انا يا بابا ستو هسنده، انا جربني ده انا اصلا حرامي اصلا. انت اصلا حرامي؟ اه خلاص، وهجربه بقى وخلاص. وانت اطمن يعني ما تقلقش خالص، تعالوا معايا بقى عشان هغير انا غيرت الخطه غيرت الخطه. طب وهو ما حضرش الخطه الاولانيه؟ ويعني لو حضر التانيه هيفهم، ده غبي غبي بقول لك يعني، غبي غبي. امال جايبينه ليه لما هو غبي؟ بص مش كل خطه بيبقى فيها نسبه فشل؟ وهو ده نسبه الفشل بتاعت الخطه دي يا فاشل. يا رب افشل يا رب افشل. طب ما في واحد فشل. كبسه. طبعا طبعا، ما انت لابخ لي نفسك بالشراب ده هتشبهنا. يا ابني اطفي النور هتفضحنا، وشغل البتاع اللي في ايدك دي. لا يا رستم، اهل البتاع دي افرض خلصت، وبعدين انا عايز الحجاره بتاعتها احطها في الحصان اللعبه بتاعي بقى. صوتك هتفضحنا. ماشي ماشي، راقب انت الطريق لغايه ما انا اخش اجيب الراديو. ماشي. انا الطريق مش لما الاقي الراديو. ملامح رمزي. بس بس بقولك ايه، هو انت رمزي ولا انا اللي بحلم؟ لا هو انا رمزي، بس مش عارف اذا كنت انت بتحلمي ولا لا. انا صاحي اشرب، بس انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب انت يعني حضرتك صاحيه دلوقتي تعطلي شغلنا؟ ادخلي بقى جوه عشان خلص الشغل. ودي صوتك هتفضحنا. خلاص خلاص، انا هبقى اشرب في وقت تاني، اسكت انت بقى.
الخيالات دي؟ قول انت نايمة. ها الطريق امان راستو. الخطة نجحت. ايه يا ابني؟ ايه ايه؟ يلا بينا الخطة نجحت. يلا بينا. يا جماعة استنى راستو استنى، الخطة لسه ما خلصتش، لازم نجرب الراديو ده اهو. نجربه ايه يا ابني واحنا هنشتريه؟ يا عم اسمعني يا راستو، افرض دلوقتي طلعنا احنا فوق وما لقطش اي قناة ولا حاجة، دلوقتي بابا ستو هيقول لي انزل يا دي رمزي وبتاع والسلالم عالية يا عم. عشان انا ما يهونش عليك، ما يهونش عليا تعبك ابدا، اللهم طولك يا روح. يا نهار اسود، وطي راسي شويه. وطي انت فوق في الضحله، هو الراديو اعلى من صوتي، تغير المحطه. ايه ده؟ سمعتنا ازاي دي؟ يلا بينا، انت لسه هتقعد تعمل لي كده قدامي؟ صوتك يا غبي. يا جماعه ارجوكم اوعوا تفهموني غلط. امال نفهم ايه؟ وبعدين انت تخصص اجهزه كهربائيه بس، وانت ايه يعني فاتح في شارع عبد العزيز؟ يا ماما يا ماما، بس حرامي سمبتيك ورقه تاني. بابا ستو بابا ستو بابا ستو. ايه 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 بابا ستو؟ انا رمزي انا رمزي رمزي. ايه ده؟ ولا مفيش ولا الف مبروك الف مبروك يا بابا ستو. الف مبروك. عملتوا ايه؟ سرقتوا راديو زي ما قلتلكوا؟ لا، الواد رستو متمسك تحت، الحمد لله ربنا استجاب له دعايا وفشلنا فشلنا. كان فاشل واحد، دلوقتي بقوا اتنين فاشل، بقوا اتنين فاشل، اعمل ايه بس يا ربي؟ استغفر الله العظيم، انا اللي قفلت عليه. المره دي بقى لا تقول لي جده ولا ام جده، انا ظبطتك متلبس، هوديك الاسم يعني هوديك الاسم. لا لا حرام، بليز يا عادل، ده حرام عشان فتشيك ورقه خالص. ميرسي يا فندم. بيبي بليز اديله فرصه ثانيه، ما هو اصل القانون بيقول لكل حرامي ثلاث محاولات. ده في انه قانون ده؟ ان شاء الله قانون البلاي ستيشن. كده يا مفتري تاخد الراديو بتاعي اللي بسمع فيه ام كلثوم وقال الفيلسوف. خش يا فاشل خش يا فاشل، ورا كل شويه كل شويه اروح اضمرك واجيبك من حته، كل شويه اروح اضمرك. يا عم اديني الباسبور بتاعي بقى وخلصني، عايز ابعت امي تروح تحج، وانت بقى بلغ عني وسلمني للبوليس براحتك. وانت كنت عايز تروح تحج؟ قبل امك ما تروح تحج؟ طب ده انا بره كنت انا عايز اروح احج قبل امك وامي، وكنت في المغرب وبعدين قلت اروح احج يلا. طب انا دلوقتي يعني اراضيك ازاي؟ انا دلوقتي يا جماعه بصوا بقى، يا جماعه بصوا بابا ستو، احنا بقى انا هقول لكم على فكره جديده خالص. أوش. احنا دلوقتي سرقه البيت بقت خطره علينا دلوقتي وما بقتش مناسبه لينا، لان الحراميه الكبار اللي زينا ما ينفعوش في الشقق دي. احنا انسب حاجه لينا سرقه البازار اللي انا شغال فيه اللي هو بتاع دول حبيبي. ها احنا نروح نسرق البازار، ودلوقتي البازار ما فيهوش غير انا، وانا جبان بخاف من الحراميه، فهنسرق بسرعه وكده هون العمليه هتتم بسلام وامان. ايه رايكم بقى؟ وبالمره كنت عايز اسرق حاجه مهمه قوي من البازار. وانت تقعد تقول كلام كتير قد ربع ساعه بتقول انا خلاص انا بقى انا هتصرف انا. وبصوا انا اقول لكم على فجاه. ايه العمليه دي؟ انا هنزلها معاكم بنفسي. الله 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 يا اكبر حرام يا بابا ستو. الواحد بقاله فتره يعني ما سرقش حاجه، بس خلاص بقى قررت اسرق. وبص على اوريكوا الخطه عند اللي هي اللمبه بتاعت الخطط بتاعت الخطط، واللمبه دي وانت بتنزلها كده اهو، وبعدين بتطلعها كده وتنور وتنزلها كده اهو، وتقعد تطلعها كده وتنزلها. وبص بقى العضلات، بص العضلات بص العضلات. ارجون عرفته؟ الحكايه دي غريبه، انا حاسس ان في سر معين، لان الحرامي تاني مره نقفشه وجده يمسك الحرامي وبعد كده يرجع تاني الحرامي. اعتقد ان جده فشل في اقناع الحرامي ان الجريمه لا تفيد وان الاصلح العمل الشريف. لا 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 لا، جده ما بيتكلمش بالاسلوب ده خالص، يا ريت يقول الكلام الحلو ده. انا حاسس ان هو اللي ورا الموضوع ده كله. ايه ده؟ تقصد تقول ان جده متواطئ ورا كل اللي بيحصل ده؟ ده مش بس وكده،
لا مش بس وكده خالص، لا جده ده لعلمك بقى الراجل ده خطر، وانا شاكك انه في المغرب كان وراء قضايا وان البوليس الدولي بيدور عليه. انا بقى هبلغ فيه البوليس الدولي. لا لا لا، وعارف ايه كمان؟ اصلا جده كان في امريكا، ممكن يكون هناك اتعرف بمستر اكس او اكس بقى واي زد، انا ما تفرقش معايا. جده ده انا مش هستنى عليه لغايه اما مثلا يعمل لي سندوتش مفخخ وياكلهوني. ده الراجل ده مرعب رهيب. تقصد تقول ان هو عايز يعمل انقلاب وعايز يبقى رب الاسره؟ لا 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 لا، احنا لا يمكن نسمح بهذا التجاوز اصلا. انتوا يا ماما اول ناس هتجروا اول ما تلاقوا اول توكه حزام اترفعت عليا، بس انا بقى اللي مش هسكت، لن اسمح بهذا التجاوز. ايه هيرميني بعد كده في المنور؟ لا بصي، انا هطلع دلوقتي اتجسس عليه واكتشف بيفكر ازاي، عايز يعمل ايه، اي حاجه اي حاجه. عادل توخى الحذر. سافعل سافعل. انا عندي خطه لسرقه البازار. احنا نروح نكمم عادل ونسمم التماثيل وبكده البازار يبقى في ايدينا. وفين بقى هي الخطه؟ ما قال لك يا عم جده هنكمم عادل ونسمم البازار وبكده التماثيل تبقى في ايدينا. لا انا عندي خطه تانيه خالص. ايه؟ احنا نسرق البازار ونقعد نعمل كده. كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى رمز الحيوان. يا عم جدي ارحمني بقى، اعتقني، نديني بصبوري، نفسي اتوب، نفسي اعيش حياة شريفة يا ناس. ايه يا رسم انت متسرب عليه على التوبة كده؟ هتوب يا عم. بص انت التوب على عيب احسن، اسمعني. ايوه هتبقى اجازة وهتعرف تاخد اللي انت هتاخده، تمشي بقى براحتك. بص يا ده حرابي، يا ده حرابي، يا حرابي، بصبورك بصبورك هيفضل عادي. وبص انا عايزكوا تركزوا في الشغل، عايزكوا تركزوا في اكل عيشكوا. تعالوا معايا. شايفين البتاع دي؟ ايه هنسرقها؟ لا يا قط نسرق ايه؟ دي انا عايزكوا تتدربوا عليها عشان دي اللي هتخش كده وخش كده وخش كده. عايزكوا الاتنين مع بعض شدوا على طول، واحد اتنين وشدوا على طول، واحد اتنين تلاته. كهربتوا؟ انا اللي كهربتها. يلا حربيه. ايه ده؟ مين ده؟ انا رمز يا بابا ستو. هو عامل حرامي؟ اه. طيب دلوقتي الساعة بتاعت الصفر هتبقى الساعة 13، اظبطوا منبهاتكم. ماشي. معاكم منبهات؟ لا. خلاص نبقى نسرق بقى منبهات. خلاص انا غيرت الخطة. احنا هنسرق منبهات، نظبطها مع حد تاني ونبقى نعمل خطة، خلاص؟ ماشي. اتفقنا على الخطة؟ اتفقنا بابا ستو. يلا بينا. كده يا جدي حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه. خش يا حربية، خش خش، برافو عليكم برافو عليكم. يا ده انا حبيت السرقة قوي، هي والواد رستو. وسرقنا وقشطنا كل البازار والحمد لله وعملية ناجحة. شايفتوا ايه ده؟ انا سرقت البرتبة، سرقت البرتبة، سرقت. وايه ده؟ وايه ده؟ انا رصوح البنذكراتي اللي فيه كل التاريخ مع الحريم. السرق يا اخوانا، حرام عليكم. مين اللي سرق؟ بس يا بابا ستو، اكيد الولا رستم هو اللي سرق. لا ما تجيش منك يا رمزي، ده انا كنت معاكم يا راجل. يا جدعان حرام عليكم يا اخوانا، اعتقوني وبلغوا عن انا حرامي يا ناس. حد يبلغ عني البوليس يا اخوانا. يا حرامي، ودي جايبه منين دي؟ من البلكونه من عندكم يا سريه. من ايه ده؟ انت حرامي. بص يا بابا ستو، ودي بقى انا سرقتها من البازار. بص كان نفسي اسرقها من زمان، شبهي بالظبط، صح يا رستم؟ يلا رمزي، حصلت تسرق اخوك. مساء الخير ايتها اللصوص. ايه ده، انت عرفتنا؟ ايه ده، ايه اللغه العربيه اللي دخلت علينا دي؟ انا رانيا سعيد، مندوبة عصابة عادل سعيد لسرقة محتويات غرفة جده. يا خبر ابيض، ودول حبيبي فتح عصابة؟ لا ده انا كده بقى اشتغل معاه حتى لو ببلاش بقى. سلام عليكم، ادي اول سرقة. سلام، انا رستم. عربي بالنسبة ليك مستر ثيف. سيف مين يا فندم؟ انا رستم، انا بقيت واحد من العيلة خلاص. باسبورك في حوزتنا تحت عند استاذ عادل سعيد، انزل خده. بجد ربنا يكرمك، والله العظيم لا ادعيلك في الحج ولا. رمزي. ايه رستم؟ انت هتوحشني قوي يا رمزي. والله انت اكتر يا رستم، احنا مش هنشوف بعض تاني؟ طب ما ناخد موبايلات بعضينا. يا ريت يا ريت. خد يا حبيبي، خد يا معلم. سمعني صوتك بقى، هتوحشني والله. انت اكتر والله. السلام عليكم. يعني الواد الهفق عادل هو اللي جه قلب الاوضه؟ ايوه يا جدو، وبعتني عشان اعمل معاك مقايضه، تسلمه محتويات البازار يسلمك محتويات الغرفه.
كده بقى هضطر ألجأ للسلام مرغما مش بمزاجي، يعني هرجع للسلام عشان اخد كل ذكرياتي وكل التاريخ بتاعي، بس بعد كده هنتقم وممكن كمان اولع في الاوضه اللي انا ساكن فيها دي، هنتقم. اكيد بيخبطوا، انا سامع تخبيط من بدري، اكيد بقى مثلا بيعملوا نجف في الارضيه ويقعدوا يدوشونا طول اليوم. ده كاميرات داخله وكاميرات طالعه واضاءه وحاجات كتير كده وزحمه في الشقه. يمكن يكونوا بيجوزوا ابنهم. لا دول بيصوروا فيلم فوق. ايه بيصوروا فيلم؟ طب ما عادي يعني، واحنا مال. طب ايه رايكم نطلع نتفرج على الممثلين؟ والله فكره، نطلع نتصور معاهم ونقف جنبهم كده يمكن نتنجم. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ممثلين بقى ويقعدوا يتنكوا علينا يعني، وعشان ايه يعني؟ عشان ايه نقعد هنا بكرامتنا احسن؟ يا سلام، لا يا حبيبي، مش كل الممثلين مغاريه. انا مامي مره اتصورت مع احمد رمزي وكان واقف على البلاش بالمايو. الله، وباباكي شاف الصوره دي؟ ما هو بابي كان متصور مع ناهد شريف. ده انتوا عيله تافهه بقى، يعني تقعدوا تجروا على الممثلين وتصوروا معاهم. طب عارفه، انا مره قابلت سليمان عيد. واقف انا كده اهو عند الاسانسير، ويا دوبك الاسانسير لسه هيوصل، لقيت سليمان عيد داخل بقى. يعني هو كان متخيل ان اقول له اتفضل انت مثلا الاول، او مثلا اول ما اشوفه اضحك، ولا عبرته، وحتى قال لي صباح الخير، ما رديتش عليه. يعني ايه يا جدعانه منك انك تقابل فنان عظيم مشهور زي ده ويتواضع ويقول لك صباح الخير تقوم انت ما تردش عليه؟ وانا اخلي واحد زي سليمان عبيد ده يتنك عليا ليه؟ يعني اذا كان هو ممثل انا برضو صاحب بازار، يعني انا بيجي لي وفود من المانيا كان بيقف طابور كده عشان يتصوروا معايا، لدرجه مره كان في ضابط عدى كده لقاهم واقفين طابور، افتكر ان ده طابور عيش، ببيع عيش يعني. يا سلام. ايوه اخويا حبيبي، اخويا. ايوه الاخير يا حبيبي، معاك عبد المجيد حبيب مدير انتاج. ايوه انتاج ايه يعني؟ حضرتك مصنع وعندك خط انتاج مثلا ولا ايه؟ لا اخويا ما تفهمنيش غلط حبيبي، انا مدير انتاج افلام مسلسلات. حاجه ساقعه مثلا شيبس. هنقضيها بقى تريقه ولزازه وحاجات كده، مع ان انا جاي لك من الاخر وبكلمك بكل حب. طب حضرتك انا تحت امرك، عايز ايه يعني؟ شوف اخويا حبيبي، احنا بنصور فيلم هنا فوق يعني، والبطله بتاعتنا الست المتالقه الست مرفت، وبعدين يعني زي ما تقول كده محتاجه مكان يعني يبقى استراحه، تعمل فيه مكياج، تحفظ، تشرب حاجه ساقعه، قهوه يعني. وبعدين الصراحه وقع الاختيار على الشقه بتاعتك دي، وانا جاي لك من الاخر هو والله وبكلمك بكل حب. طب حضرتك مرفت مين؟ مرفت امين مرفت امين يعني؟ وعايزه اتصور هنا حضرتك يعني؟ ما يعني استراحه ازاي يعني؟ لا حضرتك فاهم غلط يعني، انا ما عنديش استراحه. ده احنا هنديك 1000 جنيه في اليوم. حضرتك انا المكان هنا مخصوص للاستراحه بتاعت الاستاذه مرفت، وعندي اوضه مخصوص يعني عارف ديكورها معمول للاستاذه مرفت. 1000 جنيه بقى ايه؟ اهلا وسهلا. معلش يا مامي حبيبتي، كركبنا لك الاوضه بس اصله مش حاجه طبيعيه، ده حدث تاريخي. انا مش مصدقه ان اخيرا ربنا استجاب الدعوات بتاعتي وهشوف نجمه كبيره زي ميرفت امين. وايه، مش هنقابلها بس؟ لا دي هتقعد معانا اسبوع بحاله. على فكره مامي، انا هاجي اقعد معاكي هنا في الاوضه، وعادل هينام عند مامته، بس احنا لازم نسيب لها الاوضه. الست هتقعد فين برضو؟ عايز اقول لك على حاجه كمان، الانفصال بيني وبين عادل مش عاجبني، بس هو مش اي حد، ده ميرفت امين. بس ابوس ايدك حبيبتي عشان خاطر ماما، ها اوعي تفكري تخشي المطبخ، مفيش داعي بقى ان تطبخي لها طبخه كده، ومفيش داعي نجيب لها تسمم للست، حرام، ده الفن عاوزها. اوكي يا مامي حاضر. مامي انا استلفت لك دي من سوزي، كل واحده فينا هتتصور صوره لوحدها معاها، وبعد كده كلنا هنتصور صوره جماعيه لينا احنا الثلاثه بس، اما الباقي اللي قاعدين بره دول مستحيل يتصوروا معانا، لان دول اخرهم شعبان عبد الرحيم. ش
شكرا يا سيدي جدا، بس بقول لسعادتك ايه؟ ايوه انا اشوف بكلم سعادتك بكل حب، واختصارا للموضوع الهانم الست مرفت ما بتحبش اي دوشه ولا داخل خارج عليها ولا رغي ولا الاستظراف بتاعك ده، الله يكرمك. يا استاذ عيب يا استاذ، دي ضيفتنا فهنرحب بيها ونشيلنا فوق راسنا طبعا. الله يكرمك. اتفضلي يا هانم، اتفضلي يا كبيره يا مجد. بس يا استاذ خلاص، الهانم ما بتحبش الدوشه ولا بس يا عم جيد قرفتني. انا كرهت الفيلم بسببك. انا لما عرفت ان انت مدير الانتاج انا كنت هسيب الفيلم. طول الوقت بترفي في الفاضي والمليان. انا بحب البساطه الهدوء. في فلوس وقعت مني. حضرتك ماجد سعيد. ايه ماجد، تغيرت اسم؟ مش لسه قايل لي عادل؟ لا يا حبيبي، حبيبي امدي لي على الاسم الجديد. لا 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 حضرتك عادل سعيد، بس يعني اتلخبطت لما شفت حضرتك. ولا رانيا، رانيا مرات عادل سعيد. رانيا سعيد نورتينا. بس يا رانيا، بس يا رانيا، مش عايزين نضايق الاستاذ. رانيا رانيا معلش، احنا اسفين جدا. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. اتفضلي يا هانم. يا ستي يا كبيره يا عظيمه. بس بس ايه يا حبيبتي، انتوا كلكم ساكنين هنا؟ اه، وده بابا ودي ماما ودي عمته سناء ودي تيتا مجيدة ودي تيتا انعام ودي خالته نجلاء. انا اتشرفت قوي، يا رب بس ما اكونش ضيفه تقيله عليكم. يا خبر ابيض، لا معقوله يعني حضرتك ازاي تقولي كده؟ امال رانيا تقول ايه بقى يعني؟ اتفضلي. لا لا اتفضل. ايه؟ مفيش وقت، مفيش وقت، خلاص الشوط ربع ساعه وهنبتدي. في ايه؟ في ايه؟ هو قطر يا عم جيد، اسكت. هقعد معاهم شويه. مجيدة، ممكن احضنك كده زي الفيلم اللي كنت طالع فيه ده، اللي اسمه ايه، اللي كان فيه ميرفت امين. يا ماما ما قلت حضنك فيه يا ميرفت امين. اوعي انت هتصور في الاخر. ها هتصور في الاخر بقى. نوكا نوكا هنا يا نوكا. انا خلاص يا عطا ضايع. طيب يا نوكا معاك. يا انا هتصور في الاخر بقى. يلا بقى انا يا ماما والنبي عايز تصور معايا. وهي تصور وانا هتصور في الاخر بقى. فاضل البنوته الصغيره لسه ما اتصورتش. يلا خش اتصوري يا ياسمين. لا لا، بنت هطردك في الشارع، مش عايزه تصوري معايا. هي مؤدبه يعني، بس ما تبقاش مؤدبه يعني ساعات. ممكن بس ادخل الاوضه عشان اغير وكده. اتفضلي اتفضلي يا نجمه، اتفضلي يا نجمه نجوم الكل، اتفضلي يا كبيره، اتفضلي كل حاجه جاهزه. اسكت اسكت. غريبة قوي، راجل وكل الستات دول، بس شكلهم لطاف، متهيألي إن أنا هرتاح معاه. أمال يا هانم، ده أنا مختارهم على الفرازة. والله يا نجمة أنا مختارهم بكل حب. فاكر أول مرة حبيت فيها عبد الجيد؟ آه، ليه بتفكرين يا أستاذة؟ كاتب بنت كراميلا بنت عبد السايس. ليه بتفتح عليك الروح المقفولة ليه؟ أنا هروح أطمن على الكاميرا. آه أحسن تسخن. ادخل. حضرتك بتمثلي ولا حاجة؟ لا ابدا. وايه الاستاذ بقى هو اللي بيظبط الشخصية من الخارج بقى. برافو عليك. طبعا حضرتك يعني بتستغربي وتقولي عرفت ازاي ان الشخصية بيبقى لها دواخل وخوارج وكده يعني، وده بقى ايه؟ ده سيناريوس؟ ولا بتسموه سكريبت باين؟ حضرتك بتمثلي ولا حاجة؟ لا، في حاجة يا أستاذ عادل؟ لا مفيش، هو مبدئيا يعني يا حضرتك أنا عادل سعيد، أنا شاعر، هتحبيني قوي بجد يعني. طب ممكن بس نأجل التعارف ده شوية لحد ما راجع السيناريوس؟ حضرتك لا طبعا براحتك، أنا مفيش مشاكل خالص. طبعا أنا شاعر يعني، وأكيد حضرتك قابلتي شعرة كتير جدا زي الأستاذ مثلا عبد الصمد حجاب اللي كان معاكي في المسلسل اللي هو بتاع بعد إذنك بس الصورة قربي كده. لا معلش، ما ينفعش أتصور معاك بالشكل ده. ليه طيب؟ يعني حضرتك بتترسم عليا ليه يعني؟ عادي يعني، ما انا ليا حماية كانت تصور مع فنانين كتار يعني، فعادي في عيلتنا ان انا ابقى متصور مع فنانة يعني زي حضرتك الاستاذة ميرفت امين، عادي يعني. يا استاذ عادل انا ما بترسمش عليك ولا اي حاجة،
انا بس عندي شغل عايزه اراجعه، مش عايزاك تزعل مني. خلاص يا ستي اعتذارك مقبول. اسمعك بقى حته شعر بقى ايه توهوج مشاعرك وانت داخله تمثلي بقى. يخرب بيتك يا عم مجيد. اتفضل يا استاذ عادل اتفضل. يا مصر اسمك ثلاث حروف، ميم صاد ر. الميم سعاده وراحت بال، الصاد عيالك مش عيالي، الر راء قال. برافو برافو. تالي مامتك تندي عليك تكون عايزه عيشه ولا اي حاجه؟ تعوز عيش ايه؟ عارفه حضرتك انا جبت لهم امبارح كميه عيش مرعبه، الاول بيفرطوها كده عشان ايه ما تفقفقش بقى مثلا، وبعدين يدخلوها الديب فريزر، نيجي الصبح نطلعها نسخنها نعمل منها سندوتشات على طول. مالي انا ومال العيش ومال السندوتشات يا استاذ عادل؟ انا ورايا شغل عايزه اراجعه. طب يا استاذه ميرفت حضرتك بتترسم عليا كده ليه يعني؟ انا ما بترسمش ولا اي حاجه، انا عندي شغل لازم اراجعه. ماشي خلاص اتفضل. يا ترى العيش اللي بتجيبوه بريال ولا ببريزه؟ لا ده عيش فينو مش بريال وبريزه. لا 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 عيش فينو. طب في اي حاجه تانية تحب نتكلم فيها؟ زي ايه حضرتك؟ زي مثلا طابور العيش اللي انت بتقف فيه بياخد منك ساعات، ولا البيت دلوقتي بقى بكام، حاجات زي كده يعني. لا حضرتك دي خصوصيات ما بتكلمش فيها. ومالك بقى بتترسم عليا كده ليه؟ هترسم عليك ليه وانت لوحه؟ شربات. اتفضل بره يا استاذ عادل بره. ايوه يا ماما. يا ست مدام جيتي ولا لسه؟ المدام بتجهز يعني، خرجت الشباب عشان هي بقى تغير بقى. وقال انت مالك انت مالك، كل واحد يخليه في شغله، انت مش قبط. ايوه قبط بس يعني. ما انا بقول انا جاهزه يا عم جيد. اتفضل. ايه اللي اخرك؟ ايه اللي عوائك؟ ايه اتفضل 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 اتفضل. احنا في انتظار حضرتك يعني. اتفضلي اتفضلي خلصوا المشهد وتعالوا على طول. ها مع السلامه. ماشيه زعلانه كده ليه؟ ابدا، كانت عايزه تقعد ترغي معايا وتتكلم وبتاع، انا طبعا ما اديتهاش وشي يعني. كذوب ما صدقككش. عادل بقول لك ايه، انا مش هتحتح من هنا، قاعده مستنيه لغايه ما ترجع. وانا كمان. يا جماعه خليكم اعقل من كده يعني، مش معقوله على طول مندفعين يعني، لازم تبينوا شويه كرامه كده. عادل هو انت مش ناوي تروح البازار النهارده ولا ايه؟ لا بازار ايه، احنا ياما بعنا، انا هقعد استناها معاكم. يعني اف انا مش فاهم بقى يعني ايه اللي انتوا عاملينه ده يا جماعه. اهدوا شويه اهدوا شويه، ما تبانوش ان انتوا مدلوقين كده اهو يعني. جت جت جت. هي هي فطري اوعي تضايق نفسك خالص. انا اصلا كنت طالعه متنرفزه وده اللي نساني الحوار. بالنسبه للحوار حضرتك انا ممكن اراجع معاك السيناريوز مثلا لو تحب يعني. الله يخرب بيتك يا عم مجيد. انت تزعلها برضو عبد المجيد؟ مزعلها برضو. بقول لحضرتك ايه، احنا محضرين لي جوه عصير جريب فروت. ميرسي. اتفضلي يا هاني اتفضلي، كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. اتفضلي. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انا مش فاهم ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ معقوله؟ وجريب فروت ايه يا رانيا؟ هي طلبت منك جريب فروت؟ جرى ايه يا عادل؟ انا بضيفها علشان خاطر تكتشفني وتخليني اغني في اي تتر فيلم، والنبي يا عادل قول لها اني بقى. وانا كمان انا كمان انا كمان يا عادل. حاضر 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 كله بالطابور. رانيا انا بس مش ممكن اخليها لك تخليك تغني يعني، ده انا ممكن اخليها تغني معاك. يا سلام. تعالوا بس اقفوا طابور بقى، اقفوا طابور يلا. لا انا بس انا الاول. انا الاول انا ماما. لا لا هي الاول هي الاول. انا مامتك. لا لا طبعا ازاي يا ماما. رانيا دلوقتي وانتوا خليكم في الطابور. طيب. يلا يا رانيا. يلا يا رانيا يلا يا رانيا يلا يا رانيا. بصي هي واضح ان هي مركزة، فانت خش على الموضوع على طول. يعني اعمل ايه يعني عادي؟ خش على طول خش على طول. اوكي اوكي. دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي على الفراش دقوا الشماسي. ايوه دقوا الشماسي. يا احلى شمسه واحلى رمله واحلى ميه. ايه الثقافه دي؟ شفتي مش قلت لك صوتك وحش؟ احنا اسفين جدا والله. عارفه حضرتك انا بقول لها ان صوتها وحش من زمان. صوت ايه اللي وحش؟ مش تخبطه؟ معلش حضرتك ده بيتنا احنا برضو يعني.
طب معلش ممكن بقى تسيبوني لوحدي عشان عايزه اركز؟ قوي قوي، بس كان ليا سؤال صغير، يعني بالنسبه حضرتك للاغنيه بتاعه دق الشماسي، حضرتك كنت بتدق معاهم الشماسي ولا ما دقتيش يعني؟ لا ما كنتش بدق. عارف ليه؟ ليه حضرتك؟ لاني ما بدقش على الحاجات دي. بره بره، اطلع بره. حاضر حاضر. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. بقيت الاغنيه اتفضلي. بقيت الاغنيه كسفتيني. انا كده مش عارفه اركز. مش حضرتك اللي قلتي؟ مش قلتي لي ان دي عيله سكرها وتوليفه وانا حاسه ناحيتهم بكل حب لدرجه ان انا شخصيا اتخدعت فيهم. طب ما تخليش حد يدخل لي، وخصوصا اللي اسمه عادل ده. مساء الخير. انا بعتذر مبدئيا. لا ما هو لا لا لا، اصل راني عملته ده كان كتير قوي صراحه يعني. يا سلام. وحياه عبد السلام. يا استاذ عادل، يا استاذ عادل، ابوس ايدك ارجوك يا اخي، سيب المدام تركز. طيب يا اخي انت بتضايقها ليه؟ ما تسيبها تركز يا استاذ عبد المجيد. بعد اذنك اطلع برا اطلع برا اطلع برا. حضرتك يعني دي سناء اختي، هي مطلقه يعني، بس اكيد نفسها تتجوز. انا ما عنديش عريس مناسب ليها. لا حضرتك انت فهمتيني غلط، انا مش قصدي مثلا حد زي محمد رياض زي محمود خبيلي، انا اي حد وخلاص، بس هي اصلا ايه جلدها تخين شويه. اه دي حاجه منتشره في عيلتكم. اه بس غيري خالص يعني. طب انت عايزني اعمل ايه؟ زبده حضرتك اللي زي البشره، قصدي بشره حضرتك اللي زي الزبده. حضرتك الكريم بتستعمله لها اسمه ايه؟ لا حضرتك يعني يا ريت لو في مثلا علبه فاضيه ولا حاجه تدوها لها. الكريم اسمه لا برضو حتى لو قلت لها على اسمه مش هتعرف ليه، يا دوبك كانت بتنجح في الانجليزي بالعافيه. هي دي حضرتك العلبه دي؟ دي بتاعت الوش اهي. خدي يا سناء خدي يا سناء، دي هاتي زيها. ها عادل دي مش علبه فاضيه، دي مليانة على اخرها يا عادل. ما يجراش حاجه، مدام ميرفت ممكن تجيب غيرها يعني، او اكيد هي عندها مثلا جايبه منها 10 ولا حاجه. 10؟ اهلا وسهلا فيك. وحضرتك لسه برضو في صفحه 3، عارفه لو ياسمين بنتي بجد 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 كان زمانها خلصت الكشكول اللي في ايدك ده كله يعني السيناريو. امشي امشي امشي. شفتي كسفتينا ازاي؟ كسفتينا ازاي؟ اتفضلي اتفضلي. ما انت عادل. بس بقى يلا بينا يا ابن مجيد، انا مش هقدر اكمل في البيت. ما ينفعش يا مدام، ما حضرتك عارفه ان احنا دوخنا 7 دوخات عشان نلاقي المكان ده، وبعدين الناس دول احسن من غيرهم. دي ناس يا الست اللي قالت لك عايزاكي تطبخي لجوزي عشان نفسه ياكل من ايدك. ده كان يوم هدومي كلها اتبقعت. خلاص يبقى نستحمل الناس دي ونعملهم بحب. ايوه بس الراجل اللي بره ده اللي فاكر ان هو ظريف، مش عارفه لو دخل تاني هعمل معاه ايه. ده ما بيحترمش اي خصوصيه، لا وكل شويه بينكت. وقال ايه السيناريوس؟ جاب السيناريوس دي منين؟ عارف انا نفسي اقول له في وشه انت مش ظريف خالص، انت سم دمك يلطش. ايه ده، في حد ضايقك في البيت هنا ولا ايه؟ يا عبد المجيد. ايه ده برضه انت عبد المجيد برضه ضايقت المدام؟ معقوله معقوله؟ اتفضل تعالى تعالى اطلع بره اطلع بره اطلع بره، بعد اذنك اطلع بره اتفضل. دي بقى ست الحبايب، مش محتاجه وصيه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. عارفه انا بحب كل افلام ميرفت امين. انت ليه مش مصدقه ان انا ميرفت امين؟ مصدقه يا حبيبتي، بس انا اسلوبي كده لما اتكلم عن نفسي اقول انا عايم، او اقول لا انا، لا لا اعوذ بالله من كلمه انا. انا بقى بقول انا علشان احنا يعني متخلفين عن بعض، دول عيله جرابيع. انا اتشرفت يا مدام. بصي عايز اسالك سؤال من فضلك يا مدام ميرفت، هو ليه حضرتك ما بتعمليش افلامات عالميات؟ السؤال غلط يا حماد، السؤال غلط. ليه الافلام العالميه ما بتستعينش بالاستاذه ميرفت امين؟ ما هتصدق يا استاذ عادل، حتى الكلام الحلو لما بيطلع من بقك ما بيبقالوش طعم. ربنا يخليك يا ربنا يخليك. على فكره انا مؤلفه قصه. قصه؟ حدوته فيها قصص كتير كده، وناظر وقصص. يعني حدوته عن قضيه يعني. عن تضحيه ام، اسمها تضحيه ام. ام عايشه بقى مع جوزها وحماته وبنتها وبنته، والام عماله تضحي 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 تضحي. تفتكري بقى النهايه هتكون ايه؟ اكيد هتنتهي بتضحيه. شفتي؟ انا خلاص هقعد معاك. والله قول للعبد المجيد يلغي الاوردر. يلغي الاوردر؟ يا سلام، دي الكلمه اللي انا مستنيها من الصبح. ارتحت يا استاذ عادل؟ طبعا والله ارتحت لحضرتك. يا سلام، حرقت اعصابي وارتحت. ربنا يخليك، والله العظيم مش عارف التضحيه اللي حضرتك عملتيها النهارده. لقيت الاوردر كله. يا رانيا يا نجلاء، تعالوا كلكم تعالوا كلكم يا جماعه تعالوا. تعال تعال مدام ميرفت خلاص لغت الاوردر وهتقعد معانا النهارده. يعني الياسمين كلنا بنشارك بعض، بس الحقيقه ان بنتي لقطه مني الذكاء والموهبه والمعلومات كده يعني. وانتوا عاملين ايه بقى في شغل البيت؟ مين في كله بيطبخ؟ انت ايه؟ انت اخر واحده تتكلمي،
لعلمك كلنا هنا في البيت جاهدين بنحاول ما نخليش رانيا بالذات هي تطبخ لنا. ايوه صح، عشان لما بتطبخ لنا كلنا بنروح الاسعافات، بنعمل غسيلات معدات من التسممات. على فكره انا طبيخي كان وحش جدا لحد ما اكلت منه. ايوه كلنا كنا الاول كده يا حبيبتي. بس انا بقى اول مره اخش المطبخ علشان اطبخ لجوزي مسقعه داخل الحمام، من ساعتها ما طلعش. انا بموت في المسقعه. طب دوقيها من ايدي بقى. لا 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 بالمناسبه يعني الفيلم بقى بتاع حافيه على جسر من الذهب ساعه ما حضرتك بقى ايه كان معاك عادل ادم، كان هو عادل ادم اللي هو بحق وحقيقي ساعه ما كان بيقولك يا قطه، وبعدين كان بيولع لك في الفستان يعني، وكان بيغلس عليكي جامد في الفيلم. كان هو بيغلس عليكي برضو في البلاتون ولا ايه؟ بلاتون كان معاك شهادات ايه؟ والمسقعه ايه يا ماما بتقولي؟ انا اللي هعمل مسقعه. لا 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 اوعي تاكليها من ايديها، انا اللي هعمل لك مسقعه. تحبي بقى بالبشاميل ولا من غير؟ يا ريت بالبشاميل. هي ساعه واحده وحكون جاهزه يا حبيبتي. انتوا القعده معاكم ما يتشبعش منها. يا اختي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. والله عارفه حضرتك نفسك. انا وجهت لك كلام. شوف انا كويس.